بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، ويتوالى التكريم بتوالي الايام والسنوات عظيم يا اهلي ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. يتوالى التكريم ويدخل الاهلي بقوه مرحله تكريم الاساطير. اعتقد ما صدر عن مجله الفرنس فوتبول باختيار 4 من نجوم الكرة المصرية، 3 منهم من أبناء النادي الأهلي ضمن أساطير الكرة المصرية في الكرة الأفريقية في تاريخها. ثم يأتي الاختيار على مستوى السفير كابتن محمود الخطيب سفيرا للكان 2019 يا باشمهندس. في هذا التوقيت وهذا التوقيت بالذات الذي يعني يلهث البعض في محاولة التقرب من الاتحاد الافريقي، ياتي التكريم من الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي. وياتي والحقيقه انا ارى ان هذا التكريم هو عندما تريد ان تكرم قيمه جماهيريه لا تجد الا جماهير الاهلي للاختيار في افضل جمهور على المستوى الافريقي، وقد حدث مرتين. عندما تريد ان تكرم رمزا من الرموز افضل رئيس نادي يكون الاختيار لرئيس النادي الاهلي كابتن حسن حمدي. وعندما تكون البطوله الاهم في هذه اللحظه وهي بطوله الامم الافريقيه وهي ثالث القمم، يعني خلصت اليورو وخلصت الكوبا امريكا شغال او بتخلص يعني لا بدايتها لا يا بدايتها ابراهيم، لا يا ابراهيم قطعت مراحل كتيره فيها اول امبارح، يعني انت هتبتدي وهي بتخلص. ايوه ده اللي قصدي اقوله، يعني تتوالى وهي القمه الثالثه على الكرويه على مستوى العالم البطولات الافريقيه، ويكون من حظوظنا ان تكون من يعني تشرف مصر بتنظيمها وتحظى بهذا الاهتمام، لياتي اختيار الخطيب واحد من 7 سفراء لهذه البطولة وهو المصري الوحيد. هذا التكريم له دلالات أن الأهلي مدرسة تفرز القمم والقيم. رهيب. شوف القمم والقيم، ودي مسألة مهمة جدا، لأن أنا قريت رأي الحد هو عايز يودي الأمور في سكة تانية لأسباب انتخابية، فبقول اختيار محمود الخطيب ده لكونه لاعب مش لكونه رئيس نادي. طب هو انت اخترت الخطيب حاليا وهو بيشغل ايه؟ الدعوه لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الناس اللي صعبان عليها قوي انه يبقى رئيس النادي الاهلي كده لازم تعرف باستمرار انه في كل التوقيتات وكل الظروف السابقه الاتحاد الافريقي وحتى الاتحادات الدوليه، ما هو يعني انا وقع تحت ايدي يا باشمهندس القائمه الجديده بتاعت الأندية الأكثر نجاحا في العالم. الأهلي في القمة. الأهلي الأول. الأكثر نجاحا في العالم. ولا يوجد أي نادي مصري آخر. بمناسبة انتهاء الموسم الكروي حول العالم. موقع إحصائي مهتم بإحصاء مين ترتيب الأندية حسب نجاحها في البطولات اللي شاركت فيها. الأكثر تتويجا بالبطولات المحلية والإقليمية. عامة مش مش الدولية بس أو القارية بس. فكان الأهلي الأول. فأنتوا بتتكلموا اللي عايز يقول يقول. بس زي ما المهندس عدلي اشار ان الاتحاد الافريقي يختار الكابتن محمود الخطيب سفيرا لبطوله الامم الافريقيه كان 2019 في القاهره، ده تصويت على قيمه النادي الاهلي وعلى قيمه رئيس النادي الاهلي ومكانته، لان هو نفس الاتحاد اللي قبل كده في 2001 بيكرم الكابتن صالح سليم ويمنحه وسام نادي القرن، وهو نفس الاتحاد الافريقي اللي في 2017 بيكرم الكابتن حسن حمدي كافضل رئيس لنادي في افريقيا. وما كانش هو في موقع المسؤوليه حتى. بالظبط 2017 كان كابتن حسن بره السلطه بره رئاسه النادي. بس هو ده النادي الاهلي وهي دي قيمه عندما يعني اجيبها لك من الاخر. اه. عندما تريد ان تكرم البوصله تتجه الى الاهلي وابنائه. خلاص بقى. طب ليه الخطيب؟ ليه مدرسه، خريج مدرسه عريقه. مدرسة خلق، مدرسة أنت بتختار سفير للبطولة بما تحمله هذه الكلمة
من نبل ومسؤولية ولباقة، ويعني السفراء هم مرآة الشعوب في أو مرآة السلطة أو مرآة الدولة في خارج حدودها. المرة دي هو مرآتك داخل حدودك، هو النادي الأهلي. نفتكر مع حضراتكم المايسترو عليه رحمة الله الكابتن صالح سليم وهو بيتسلم وسام نادي القرن. في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا، فكانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للاثنين معا، النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. وكأن كلمة الكابتن صالح سليم كانت وصيته، عاد ليلقى ربه بعد أقل من عدة شهور من هذه المهمة اللي اختارها، الوحيدة اللي اختار أنه يرأسها. كان يدرك أن هو ده تتويج مشواره أن يتسلم هذه الجائزة، وبعدين يوصي نلتقي كمان 100 عام خفة ظل لنفس الشرف. فالأهلي يفي بوعده معه وينطلق ويوسع الفجوة بينه وبين المنافسين علشان بإذن الله يقترب من الاحتفاظ بهذا اللقب، ويبقى الأهلي ويتم تكريم رئيسه كأفضل رئيس لنادي في أفريقيا. وهذه المرة يصيب التكريم أهله في الكابتن حسن حمدي 2017 وهو برا. طيب الكابتن حسن حمدي في كلمته قال إيه عشان الناس اللي بتتكلم؟ النادي الأهلي، وبيشكر النادي الأهلي، بيشكر الأهلي وكل ساعدوه، وقال ان هذا تكريم للاهلي مش تكريم ليا لان انا حصلت عليه بصفه رئيس للنادي. ده في اثيوبيا مؤتمر الاتحاد الافريقي، وتكريم الكابتن حسن حمدي كافضل رئيس لنادي في افريقيا. ويجي الدور ويكرم الكابتن محمود الخطيب باختياره سفيرا للبطوله الكبيره اللي مصر بتستضيفها هذه الايام، وبتنشد من خلالها ان شاء الله المزيد من الدعم مع اساطير كرويه كل واحد فيهم له قيمته. بالظبط. لكن اختياره لانه في مصر اما يختار واحد يبقى الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب والكوره، اعتقد حضراتكم يعني في ممكن الوقت يكون ما لا يتسع ابدا ان احنا نتكلم عن محمود الخطيب اللاعب، انجازاته حتى الافريقيه. يكفي ان انا اقول لكم مش بس هو اول لاعب مصري في التاريخ يحصل على الكرة الذهبية كأحسن لاعب في أفريقيا عام 83، لكن كمان هو الهداف الأسطوري لبطولات الأندية الأفريقية. الرقم اللي سجله محمود الخطيب 37 هدف في بطولات الأندية القارة ظل صامدا لسنوات طويلة، يمكن من 4-5 سنين فقط تم كسر الرقم ده على مستوى أفريقيا، لكن في مصر لازال الرقم صامد حتى الآن. وضع في اعتبارك إيه بقى؟ وضع في اعتبارك ايه؟ ان عدد المباريات الافريقيه تضاعف. بالظبط. يعني هو خدم يعني انت لو حسبتها بنسبه الماتشات اللي لعبها اللي شارك فيها هيبقى برضه هو اعلى نسبه. ايوه. لان انت ممكن تلعب لي 100 ماتش تجيب فيه مثلا 30 جول وتجيب 28 جول في 50 ماتش. الخطيب مع الجيل الذهبي بتاعه شارك في فوز النادي الاهلي بخمس بطولات افريقيه. خمس بطولات عضضوا كتير جدا ودشنوا مسيرة نادي القرن. يعني دايما وأبدا الجيل الرائد اللي عمل البطولات الأولى هو اللي فتح الباب، فدايما كل اللي دخل من هذا الباب بعد منه يظل دايما وأبدا عارف مين اللي بدأ ومين اللي حط الأهلي على منصات التتويج الأفريقية بخمس ألقاب، كان منها لقبين في دوري الأبطال 82 و87 وثلاث ألقاب في أبطال الكؤوس 84 و85 و86. إنجازات كبيرة جدا للكابتن محمود الخطيب مع النادي الأهلي. لكن على سبيل كأس الأمم الأفريقية
الخطيب ساهم مع منتخب مصر في فوز مصر بكأس الأمم 86، وده كان بعد 27 سنة من غياب مصر عن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية. يعني مصر تنظم 59، وبالمناسبة لما مصر نظمت 59 نظمتها في النادي الأهلي، وهنحكي لكم قصتها. لكنه بعد سنة، بعد 27 سنة يرجع مصر تفوز بالبطولة بعد 28 سنة في 86، يكون الكابتن محمود الخطيب ضمن هذا الجيل، بالإضافة إلى إسهاماته الكبيرة في تأهيل منتخب مصر مرتين للأولمبياد، مرة في موسكو 80 ولم يشارك المنتخب في الدورة لأسباب سياسية وقتها، وفي لوس أنجلوس 84. إنجازات الخطيب كبيرة جدا. والخطيب يا باشمهندس أغنية الفن الكروي الجميل، ده كان أعتقد عماد عبد الحليم كان عمل حاجة زي كده عايز تسمعها؟ مين لو متسجل؟ أنا معرفش، أنا بقالي أنا كنت أنساها يعني. الفنان الراحل عماد عبد الحليم كان غنى للكابتن محمود الخطيب أغنية مش هتسمعوها فقط إلا في قناة الأهلي. كل لحظة يتولد إنسان جديد، يا رب لبكرة الأمل البعيد. زي النهار ما بيتولد في يوم جديد، كل لحظة يتولد إنسان جديد، يا رب لبكرة الأمل فام القلب قوية، سمعوا كل الدنيا حكاية العريس المصري الحبيب، حكاية العريس المصري الحبيب. وقت الشدة دايما ينادوه، حب الناس والناس حبوه، وقت الشدة دايما ينادوه. محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب. إنسان من وادي النيل موهوب متواضع وأصيل، راجل والرجالة كتير في مصر، في مصر بيحب الخير لمصر، لمصر لمصر فنان في أحراز النصر، النصر النصر النصر. محمود الخطيب، محمود الخطيب. طيب هو ده طبعا احنا ليه بنتكلم على هذا الاختيار؟ لان المناسبه كبيره، ها، وجاءت في توقيت الحقيقه الاهلي محتاجه عشان الناس تتذكر، ها، قيمه الاهلي وابنائه اللي تم الضغط على النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت من خلال تجاوزات من ناس الحقيقه ما تعرفش يعني ايه النادي الاهلي. فما يجي الرد بالشكل ده انسان بيتعفف كدأب لأبناء الأهلي. حتى أنا وأنت لما بنتشتم عندنا مبدأ مش هنرد على اللي بيشتم، فربنا يرزقك باللي ينصفك في اللحظة دي. هذا هو سبب
يعني الاحتفاء ورأيي وجدواه وقيمته في هذه اللحظة. بص، هذا التكريم القاري جاي بعد أيام قليلة جدا من تكريم الكابتن محمود الخطيب في مسقط رأسه، إنه جامعة المنصورة وهي بتحتفل بذكرى خاصة بمدينة المنصورة فتختار أساطير الدقهلية على مستوى كل المجالات الإنسانية والعلمية، فيتم اختيار الكابتن محمود الخطيب ضمن أساطير علمية كبيرة جدا أثرت البحث العلمي. ناس تطلع اشمعنى كل حاجة اشمعنى اعمل زيه تتكرم زيه بس خلاص بسيطة، وأي حد يعرف يعمل زيه إذا كن يعرف، ما هي دي المشكلة. ده عشان كده الفنان عصام عبد العزيز اللي غنى الأغنية، أنا آسف قلت لكم عصام عبد الحليم، عصام عبد العزيز هو اللي غنى هذه الأغنية اللاعب الحريف الحبيب محمود الخطيب زي ما قال. التكريمات دي كلها جاية ومصر بتطرق أبواب الأمم الأفريقية، ودي مناسبة مهمة جدا لجمهور الأهلي، لجمهور الأهلي تحديدا، لأنه البعض حاول يثير أي فتنة بين الجمهور الأهلي على اتساعه وعلى عظمته مع المنتخب الوطني، بس ده ما بيخلش على جماهير الأهلي. حتى للناس اللي بتتكلم زعلان من اتحاد الكرة، عندنا كلنا ملاحظات وزعلانين من اتحاد الكورة، غضبان من هاني أبو ريدة، غضبانين من هاني أبو ريدة وعندنا ملاحظات كتير عليه، بس مين قال لكم إن ده منتخب اتحاد الكورة أو منتخب هاني أبو ريدة؟ مين قال كده؟ ده منتخب مصر لكل المصريين، ونجاح مصر في تنظيم واستضافة بطولة بهذا الحجم في هذا التوقيت قبل 6 شهور فقط من انطلاقها مسؤولية كل أبناء هذا الوطن، الأهلوية والزملكاوية والإسماعيلوية والإسكندرانية وكل الجماهير على مختلف انتماءاتها، لابد أنها تتكاتف ولابد أنها تقدم صورة حقيقية لقدرات مصر التنظيمية. لكن كمان لو عايزين نبص لها من زاوية ضيقة، علاقة الأهلي بالبطولة دي تحديدا، لا ده انتوا عليكم واجب فرض عين مش فرض كفاية في المساندة والمساعدة والدعم والتكاتف مع المنتخب الوطني. الأمم الأفريقية بطولة لما بدأت في 57 مصر في السودان، مصر وأثيوبيا والسودان، والأسباب كانت مصر بتقود وقتها ثورات التحرر في أفريقيا. بس البطولة التانية بقى أول بطولة مصر تنظمها في تاريخها فبراير 59 في ملعب النادي الأهلي، لملعب النادي الأهلي اللي احتضن أول بطولة تنظمها مصر، كانت الدورة الثانية لكأس الأمم في 59، فازت مصر على أثيوبيا في أول مباراة 4-0، أهداف كانت أهلاوية كلها، وأنا لما بقول أهلاوية ما بستثنيش، لكن أنا بخاطب جمهور الأهلي اللي البعض عايز يدعي ظلما وعدوانا إنه بعيد عن البطولة وعن الاهتمام بيها، بالعكس. لا مصر تفوز 4-0، أقول لك إن الكابتن الجوهري يجيب 3 أجوان، والكابتن ميمي الشربيني شفاه الله وعافاه بيمر بأزمة صحية بيقولوا لنا ربنا يتمم له الشفاء إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، قبل ما نمشي في السرد الجميل بتاعك ده اللي الناس مؤكد عايزة تتابعه وتعرف أرقامنا وتعرف تاريخنا، لكن هو ليه دلوقتي في محاولة للزج بالأهلي في مواجهة مع المنتخب؟ اشمعنى دلوقتي؟ لأنه شعروا إن جمهور الأهلي بيحس ومسؤوليته ملتفة حول منتخبه طبعا، فيطلع لك ناس تشتم في جماهير الأهلي عشان تنرفزها وتخليها تاخد مواقف، وده الفخ أو الكمين اللي مش عايز حد يستدرك فيه. ناس على فص عينها إن البطولة دي تنجح وإن يكون جزء كبير من نجاحها الأهلي وجماهيره بإحساسهم المسؤول تجاه بلدهم، لأن عندما يذكر اسم مصر تتوارى الانتماءات طبعا، خلاص هو اسم بيوحدنا مصر بالظبط. فما احنا يعني ساعة الجد، وانا قلت قبل كده من السذاجة ان حد يستدرجنا لما يريده، خلينا احنا باستمرار ناخد الدنيا في الاتجاه المسؤول اللي احنا متعودين عليه. ولذلك مش بس دلوقتي
انت 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 رئيسا مختار سفيرا للنوايا، وانت قبل كده توجت كافضل جمهور في القاره الافريقيه. اذا سمعه الجمهور المصري مسؤوليه يجب الحفاظ عليها. طيب البطوله الاولى اللي نظمتها مصر 59، البطوله في ملاعب النادي الاهلي، اول بطوله كابتن صالح سليم عليه رحمه الله يشارك فيها، يعني شارك في 59 وشارك في 62، بس اول بطوله يترفع كاسها يرفعه صالح سليم في 59 في ملاعب النادي الاهلي. اول مباراه فيها مصر بتفوز على اثيوبيا 4-0، الاهداف الاربعه اهلاويه، كابتن الجوهر عليه رحمه الله 3 اهداف، وكابتن ميمو الشربيني شفاه الله وعافاه بيسجل هدف، عشان مصر تفوز في المباراه الثانيه 2-1 على السودان، سجلهم الكابتن عصام بهيج عليه رحمه الله نجم نادي الزمالك. كان في البطوله دي في ملعب النادي الاهلي، ما كانش اتسمى مختار التتش طبعا وقتها، في ملعب النادي الاهلي كان فيه 7 لعيبه في المنتخب، كان لهم تاثير كبير جدا، عادل هيكل وميم الشربين وطارق اسماعيل طارق سليم ورفعت الفناجيلي ومحمود الجوهري وصالح سليم وطه اسماعيل. ده القوه الضاربه للمنتخب في هذه البطوله. طيب في 86 عشان تشوفوا الوجود الاهلاوي المؤثر للناس اللي بتزايد في كاس الامم فقط، 86 مصر بتعود لتنظيم البطوله بعد 28 سنه او 27 سنه، المدير الفني كان مايكل سميث الانجليزي، البطوله انطلقت في القاهره والاسكندريه كان في شهر مارس، حصلت مصر على اللقب، كان في 8 اهلي في المنتخب، ثابت البطل عليه رحمه الله والكباتن ربيع ياسين وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومجد عبد الغني ومصطفى عبده والخطيب وحسام حسن، وطاهر ابو زيد حصل على هداف البطوله ب4 اهداف، وثابت البطل عليه رحمه الله ساهم بالتصدي بضربتين جزاء في المباراه النهائيه في ضربات الترجيح عشان تفوز مصر بهذه الكاس. جينا في بوركينا فاسو في 98، كابتن محمود الجوهري المدير الفني يصطحب حسام حسن وزملائه، كان المنتخب وقتها في 6 من الاهلي، عصام الحضري ومحمد عماره ومحمد يوسف وياسر ريان وحسام حسن، وفي الاخر اعتذر هادي خشبه لظروف اسريه، وكان هاني رمزي طبعا اللي كان محترف بره. فازت مصر بهذه البطوله في النهائي على حساب بوركينا فاسو بهدفين حسام حسن، وفي النهايه فازت على جنوب افريقيا بوركينا فاسو في السيمي فاينل بهدفي احمد حسن وطارق مصطفى، وكان كل لعيبه مصر، ما بقولش الاهلي، كل لعيبه مصر ليهم هذا التاثير مع الكابتن الجوهري. في 2006 وبدايه التجربه الاهلاويه المتوهجه، تجربه مانويل جوزيه مع جيل ابو تريكه ووائل جمعه وبركات، كان التاثير الكبير جدا لابناء النادي الاهلي ولاعبيه مع المنتخب الوطني. كابتن حسن شحاته واحد من اللي عملوا انجازات كبيره جدا في تاريخ الامم الافريقيه وفاز بالثلاثيه، وكان على قدر كبير جدا من المسؤوليه انه يعتمد على غالبيه لاعبي النادي الاهلي في هذه البطوله، فاختار من النادي الاهلي في 2006 في القاهره 10 لعيبه، عصام الحضري ووائل جمعه واحمد السيد ومحمد عبد الوهاب عليه رحمه الله ومحمد بركات وابو تريكه وحسن مصطفى ومحمد شوقي وعماد متعب واسامه حسني. كان ممكن العدد يزيد وقتها لولا ان الكابتن حسن في اخر لحظه استغنى عن احمد ابو مسلم واحمد بلال. 10 لعيبه ساهموا لمصر في امم افريقيا 2006. 2008 في غانا افضل المستويات الافريقيه في تاريخ البطوله، اختار الكابتن حسن شحاته معاه 6 لعيبه من الاهلي، كان اعلى تمثيل، احمد فتحي ووائل جمعه وسيد معوض واحمد حسن وحسام غالي وعماد متعب، والاصابه منعت محمد ابو تريكه اللي اختير حاليا ضمن اساطير الكره الافريقيه حسب الفرنس فوتبول. ابو تريكه امير القلوب غاب عن هذه الدوره للاصابه، لكن في 2010 في انجولا رجع ابو تريكه وبقيه الفرقه علشان يساهموا مع مصر في، يعني 2008 كان فيه 7 لعيبه، قلت لكم عصام الحضري واحمد فتحي وشادي محمد ووائل جمعه وشوقي وابو تريكه وعماد متعب، دول في 2008 في غانا. في انجولا 6 لعيبه، غاب ابو تريكه للاصابه وكان موجود احمد فتحي ووائل جمعه وسيد معوض واحمد حسن وحسام غالي ومتعب. ده تاثير الاهلي في بطولات الامم الافريقيه، والرائع جدا انه حتى لعيبه النادي الاهلي من خارج المنتخب الوطني، لعيبه الاهلي الاجانب، شوفوا لما بيشاركوا مع منتخبات بلادهم
او لما ما يتمش اختيارهم. شوفوا انتماء جمهور الاهلي واحساسه بيهم عامل ازاي مع علي معلول على سبيل المثال. مجرد ما استبعد يا باشمهندس من القائمه التونسيه انطلقت حملات الدعم والمسانده لعلي معلول، لدرجه انه الراجل لما اتكلم في الاذاعه التونسيه اتكلم وهو عنده تقدير كبير جدا لدور جمهور النادي الاهلي في دعمه ومساندته. لا طبعا، شوف الاهلي دائما دائما هذا الرباط الخاص بين الاخلاص وجمهور الاهلي حاجه بتسبق اي اعتبار. هم يروا ان علي معلول ده بقى زي جيلبرتو كده وفلافيو، في ارتباط هائل بينه وبين جمهور الاهلي لاخلاصه وانتاجه، وشايفين انه محتاج دعم فلا يبخلوا عليه بالدعم. هو نفسه تشوف علي معلول في الاذاعه التونسيه؟ اه طبعا مهم. نشوف الجمهور المصري، اكثر جمهور سياسات بيتعاطف معك برشا ممكن جمهور الاهلي المصري، والهاشتاج اللي شفناهم على تويتر اللي شفناهم في الريزو سوسيو شيء من وراء العقل. الحمد لله. شوف الكره تنجم تربح برشا حاجات، تنجم تربح تعمل فلوس تعمل كارير كبيره وفهمت، ما يحب الناس والناس الكل تعرف عندهم دي اكسبيريونس، حب الناس باش تربح جمهور كبير كيما جمهور سياسات جمهور الاهلي المصري ماهوش سهل، سيرتو الكره في مصر ماكش ماهوش سهل باش تجي لاعب ترونجي وتكسر حق الناس هذيك الكل. معناتها نشكرهم برشا على التعاطف معايا اليومين هذوما، وان شاء الله يشوفوا مني كان خير. هو اللي جا في ليزيترونجي نتاع الاهلي المصري من فلافيو جيلبرتو، ما ثم حتى ملاعب ايترونجي حبوه في مصر الا ما جاء بعد سنوات ممكن بعد 10 سنين ولا اكثر باش جا علي معلول باش حبوا علي معلول واجايز هذا كيف كيف. الضغط كبير في اللعبه. معناتها ما يتحبوش بسهوله للاعبين. مش سهل بيان سور، كما تداش عندك لي كاليتي يعرفوا الاخلاق نتاعك ما يوصل الجمهور كما جمهور الاهلي باش يحبك. كل ما هو المطلوب منك وانت لاعب في النادي الاهلي ان يشعر باخلاصك واجتهادك، ويشعر بانك انت فعلا منتمي لهذا النادي، يبادلك الحب والانتماء والتعلق. وهو ذكر حتى الاسمين اللي انا قلتهم فلافيو وجيلبرتو وحطيتهم قدامه وحطت المثل بتاعهم وحطت علاقه الجماهير بيهم لحد النهارده قدامه، وبدا يشعر يعني بيقرب من هذا النموذج بيتمتع بهذا الحب. ده معنى الوفاء، ودي أهمية الرياضة أستاذ إبراهيم، أن تغرس فيه قيم حقيقية جمالية ترقى بالنفوس. مش نفضل طول النهار نستخدم ألفاظ وناخدش الحياء ونشتم بعض ونعاير بعض في لحظة مش عارف بنكسب منها إيه، لكن في الآخر اللي بيكسب المهذب المنتمي اللي بيختار سفيرا لبلادي يستحق هذا الاختيار. ولما يكون اللي بيختار لأنه قيمة، أعتقد تراث الأهلي ثري جدا بهذه القمم وهذه القامات. في كده زيارة قصيرة جدا لتاريخ النادي الأهلي، هنشوف من تراث الأهلي ده انت هتلاقي نماذج نادر. فيديو نادر لزيارة النادي الأهلي للكويت، تلفزيون الكويتي بيستقبل كابتن عبده صالح الوحش وقتها مدرب الفريق، كابتن طه اسماعيل وهو بيتكلم هتشوفه كابتن طه اسماعيل من 50 سنة كان عامل ازاي، دي نقطة مهمة قوي. جنب منه قاعد الكابتن رفعت الفناجيل عليه رحمة الله والكابتن صالح سليم عليه رحمة الله، وقبل الكابتن طه كان الكابتن طارق سليم. بقول لكم على الوجوه قبل ما تشوفوها، لأنه بعد الفيديو التراثي النادر هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنبدأ الكلام في كأس الأمم ودلالات هذا الحدث. هيكون معانا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والنجم الكبير والمحبوب والسوبر هاتريك في القمة خالد بيبو عضو لجنة المتابعة والتخطيط لكرة القدم في النادي ومدير أكاديميات الأهلي. نشوف الأول فيديو التراث وفاصل واستقبال الضيفين. احيانا بتكسب المباراه كاهداف وبتخسرها كمباراه، يعني بيبقى واضح جدا ان الفريق اللي قدامك بيلعب اصح وبيلعب احسن وان كان غير موفق مثلا في الاهداف. انا بعتبر الفريق الاحسن اللي هو اللي بيأحسن في منطقه جزاء الخصم واللي هو بيستغل اي فرصه يجي فيها اهداف، ده الفريق الاحسن. انما يجوز فريق احسن يلعب في نص الملعب ويستعرض وحاجات من دي،
لا ممكن. فدي برضك يعني مش طيب بالمناسبة دي تؤمن بالحظ في الكرة يا أستاذ عبد؟ ايوه الشيخ طه يقول لنا حكاية الحظ دي في الكرة. والله يعني الكرة مش بيبقى حظ. يعني أنا ما أعترفش مثلا بحكاية النواحي ديت إلا في ناحية التوفيق، يعني بعتبر فريق موفق وفريق غير موفق. يعني مثلا في كور بتيجي قدام الجول لأي لاعب مثلا من المهاجمين وتكون في منتهى الصعوبة وبيجيبها جول، في كرة بتبقى في منتهى السهولة وما بيجيبهاش جول، ما بيبقاش بخت، بيبقى عدم توفيق. بس بالنسبة مثلا بيبقى البخت في أحيان بسيطة قوي، مثلا كرة تخبط في الخشبة من جوه وترجع، دي بيبقى عامل فعلا البخت موجود في الناحية دي. إنما مش ما نقدرش نقول إن طابع معظم المباريات إن فريق يخسر يبقى مثلا بالبخت، لا طبعا. الواقع ان احنا يعني سعداء جدا بهذه المقابله وشاكرين لكم انكم شرفتوا تلفزيون الكويت، ونرجو ان الاقامه بتاعتكم في الكويت وزيارتكم لها تكون اقامه لطيفه موفقه، وطبعا تذكروا القطر الشقيق دوله الكويت الفتيه في الجمهوريه العربيه المتحده بذكريات طيبه للايام اللي قعدتوها فيها، وان كانت يعني ايام بيتهيأ انها هتكون مش كتير. سافروا انت يا استاذ عبده؟ والله احنا هنسافر يوم الثلاث ان شاء الله. يعني هتبقوا قعدتوا كم يوم في الكويت؟ قعدنا 6 ايام. وبعد المباراه بيتهيألي هتكون في فرصه اكبر انكم تقدروا تتفرجوا على البلد وتشوفوا الحاجات الموجوده. الحقيقه يعني احنا في منتهى السعاده ان احنا موجودين اهو. يعني وكان امنيه لنا ان احنا نيجي نزور القطر الشقيق يعني اللي هي دوله الكويت. وانا اعتبرها طبعا من الايام اللي هنذكرها باستمرار ان شاء الله. ان شاء الله. وكانت هذه المقابلة مع نجوم فريق النادي الأهلي لكرة القدم للجمهورية العربية المتحدة، وإلى اللقاء. أهلا بحضراتكم من جديد. لا حديث عن يعلو على صوت المعركة والمعركة الكروية المرتقبة. مصر تنظم بطولة الأمم الأفريقية كان 2019 الدورة الـ 32 ابتداء من الجمعة الجاية إن شاء الله. منتخب مصر امبارح يمكن في البروفة الأخيرة طمن الجماهير شوية، بعت بعض رسائل التطمين شوية على المستوى في بعض الفترات، لكن من المؤكد إن في ملاحظات كتيرة، زي من المؤكد في دلالات كبيرة لاستضافة مصر لهذا الحدث في هذا التوقيت. كلام مهم عشان كده، وعلى مستوى الحدث منه شفنا إن يكون ضيفينا الكبيرين الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك ابراهيم، اهلا بيك كابتن عادل. اهلا بحضرتك فندم، منورنا. والسوبر هاتريك ومحبوب الجماهير خالد بيبو عضو لجنه المتابعه والتخطيط لكره القدم في الاهلي ومدير عام اكاديميات النادي. كابتن خالد اهلا بيك. اهلا بيك ابراهيم. الضيفين دول يا استاذ ابراهيم انا ليه اسباب الشخصيه نبقى سعيد. ايوه الأستاذ أيوب، أنا أدعي أو بتمحك إن أنا أحد أبناء هذه المؤسسة. مش بتحقق، ده احنا بنتشرف بيه. ربنا يخلي حضرتك. يعني لمدة تقريبا 6 سنوات بانتظام كنت مع حضراتكم في أجمل فترة ليا كفيلم مع الإعلام المصري. خالد ده أنا بعتبره أخويا الصغير، وأدعي إن أنا اللي اكتشفته تحليليا وتنبأت له هذا الكلام، وكنت بقول له أنت محلل رائع، لأنه بدم كان موهوب في الـ18 الوحيد اللي يعرف يقول لنا الكرة دي ضاعت ليه وجات جول ليه. صح. فالحقيقة كان بيغيظنا. ربنا يخليك يا باشمهندس. وفي اللحظة دي زي ما بيقول الأستاذ إبراهيم، إحنا دلوقتي تحت علم مصر تنطوي كل الانتماءات. مفيش حاجة اسمها جمهور ايه وجمهور ايه وجمهور. احنا جمهور مصر كلنا دلوقتي، وباذن الله لن يهدأ لنا بال الا بالفوز بهذه البطوله اللي على ارضنا اللي احنا نعول عليها كثيرا عشان نوسع الجاب بيننا وبين المنافسين. يعني الكاميرون قربت مننا خطوه، لا عايزين نرجع المسافه ان شاء الله. اتفضل استاذ احمد. استضافت مصر البطوله في التوقيت ده 6 شهور فقط قبل انطلاق البطولة، الكاميرون بتتعثر في ملف الإنشاءات، فجأة الحكومة المصرية تبدي استعدادها الكامل لهذه الاستضافة في هذا التوقيت بهذه الظروف، أنت شفتها إزاي؟ يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم بشكرك طبعا سوريين أستاذنا الكبير، وإنكم تستضيفوني في حاجة زي كده مع نجمنا المحبوب يعني،
بشكركم وبقول كل سنة طيبين. إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة تعبر عن حضارة وتاريخ وعظمة مصر. يعني الحقيقة طبعا ده مش غريب على مصر. الغريب فقط انك انت او الجديد فقط انك انت بقت عندك قيادة عارفة قيمة بلدك وعارفة انت تقدر تعمل ايه وعارفة ثرواتك وعارفة قدراتك وعارفة امكانياتك. وعشان كده انا يمكن احاولك على حاجة، انا مش مستغرب في البطولة، لا ده انا متخيل ان البطولة دي خطوة لانك تروح تقدم لكاس العالم وانك تستضيف كاس العالم، لانه انت عندك كده عارفة كويس قوي ان مصر تقدر تعمل ده وعارفة امكانيات مصر وعارفة ازاي تستغلها صح. وبالتالي انت لما جيت تقدمت انت اولا انقذت الاتحاد الافريقي من ازمه حقيقيه كانت هتواجهه، واثبتت انك انت في هذا الوقت الضيق اللي كان كله بيراه انك انت مش تقدر تعمل فيه حاجه انت حققت ده. رديت بيه على اربع حاجات اساسيه. رقم واحد، انت بتقول ان مصر امنه، مصر قادره تستضيف اكبر حدث كروي في القاره الافريقيه في اقل وقت ممكن وجاهزه ليه. دي واحد. اتنين، إن إمكانيات مصر كبيرة ومتاحة وتستطيع أنها تستوعب هذا العدد الكبير اللي هو الأول مرة يكون موجود في الأمم الأفريقية 24 فريق، يعني كم كبير جدا من الاستعدادات أنت محتاجها. رقم ثلاثة، أنك بتقول أن البنية الأساسية اللي أنت عملتها على مدى الخمس سنوات الماضية ما كانتش جاية من فراغ، ولا أنت كنت بتشتغل في الهوى ولا عشوائي، أنت عارف أنك أنت بتجهز بلدك أنها تكون جاهزة لمثل هذه الاحداث ومثل هذه الفعاليات. الناس تيجي تشوفها بقى، الناس تيجي تشوفها، شوف الانجازات دي. رقم أربعة، دي النقطه المهمه جدا اللي قاله بقى الرئيس لما قابل اللعيبه واللي قاله وهو بيتفقد استاد القاهره، ايه فلسفتك من استضافه هذه البطوله؟ هل مجرد منافسه كرويه؟ قد تكون منافسه كرويه عند اهل الكوره، انما انا بالنسبه لي كصحفي راجل بشتغل في السياسه بقول لك مش بس منافسه كرويه، انما رساله للعالم كله بتقول ان دي مصر، دي قيم مصر، دي ثقافه مصر، دي حضارة مصر، دي أمن مصر، ده استقرار مصر، ده جمال مصر، دي مصر اللي بتقول لكم اتفضلوا بابها مفتوح قادرة تستوعبكم في أمان، في سلام، في استقرار. وشوفوا اتعملت في سنتين، شوفوا دولة اتعاد بنائها من جديد، دولة بتقول كانت شبه دولة في فترة قريبة جدا، النهاردة بقت دولة قوية، دولة ماسكة نفسها، دولة عندها قدرة انها تكون جاهزه في اي وقت. فالاربع حاجات دول انت وصلتهم، وان شاء الله هتكتمل الرساله بتمام البطوله والعالم يشوف ان شاء الله افتتاح مبهر وختام مبهر ان شاء الله. بغض النظر زي ما قال برضو الرئيس ان الفوز ده طبعا احنا نسعى ان احنا منتخبنا يفوز، لان ده بتسعد ده اللي هيكمل الصوره بالظبط. انما الاهم عندي انا ازاي تكون قادر على استضافه هذه البطوله، ازاي تكون قادر من اول لحظه انك انت تكون مجهز نفسك أمنيا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياحيا، فندقيا، مروريا، تكون جاهز ده. أنت جاهز الحمد لله. وأنا بيطمني أكتر أن النهاردة لما يعقد أولا لما رئيس الجمهورية يكون بيتابع كل لحظة وكل دقيقة، يمكن أنا متابع ده بشكل دائم نتيجة شغلي، أنه لما يبقى متابع بهذا الشكل وبهذا الدأب وانه في تواصل مع رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يروح ومساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه المهندس الشريف اسماعيل يروح اسكندريه ويتابع، ورئيس الوزراء بيتابع في القاهره، ووزير اخر بيتابع في الاسماعيليه. رقم اثنين، وزير الداخليه لما يعقد اكثر من اجتماع عشان يدي رساله ان التامين موجود وان رجال الشرطه وطبعا بدعم من القوات المسلحه هيكونوا موجودين وبيامنوا هذه البطوله، انت بتدي رساله ان هذه مصر الامان وان شاء الله هتكون بطوله نجاح. فاعتقد ان الرساله باذن الله وصلت وهتصل اكتر مع بدايه البطوله. عايز اقول ان استضافه 24 فريق احنا اقتربنا من كاس العالم، من كاس العالم بالظبط. هم 24 فريق في عدد محدد، في كميه تحرك، في اسكان، في احتياجات، هي بالظبط. بينقصها ان الجماهير اللي كانت هتتدفق من كل انحاء العالم، اللي بلادها تأهلت يعني. بس هي بتبقى فرصه للدول زي ما روسيا قدمت نفسها كويس قوي، الناس شافت الله ده روسيا جميله، ده روسيا حلوه، ده روسيا مرحبه، ده روسيا اتغيرت الصوره الذهنيه عن روسيا من خلال كاس العالم بالظبط. احنا كابتن خالد يعني ترى ان قدرتنا في استضافه 24 فريق وينجح تنظيميا، خلينا في التنظيم وقبل ما نتكلم في الناحيه الفنيه، ده ارهاصه ان احنا يعني نقول للعالم لما نقول لكم بقى كاس العالم ما تستكتروهاش علينا. بص انا هاخد من كلامك، واول كلمه انا كتبتها عندي بالقلم اللي انا خدته اول ما جيت القناه، فرصه. احنا جات لنا فرصه عشان نقول احنا فين. احنا بقالنا فتره طويله
بعاد او عايزين يبعدونا، عايزين دايما يحطوا مصر في صوره ان هي ما تقدرش تعمل اي حاجه، ما تقدرش تنظم، ما فيهاش سياحه، مصر ضعيفه، اقتصادها ما يتحملش، اقتصادها ما يتحملش، بنيتها ما تتحملش، بنيتها ما تتحملش. فانت بقالك 10 سنين او فتره، مش عايز اقول بالسنين بالظبط، بس بقالك فتره هو ده التوجيه، التوجه العام بره حواليك، عايزين يحطوك في الخندة ده او في الزاويه دي، ان انت ما تقدرش تعمل اي حاجه، او ان انت بلد ضعيف، او ان انت ما ينفعش تقود افريقيا، او ما ينفعش تقود البلاد العربيه، ما تقدرش يبقى ليك صوت. فهو ده كان التوجه، فانت جات لك الفرصه ان انت تقدر تقول في 6 شهور انا اقدر اعمل، اقدر انظم، اقدر اكون استقبل كل الوفود اللي تقدر تجي لي في مصر، اقدر انظم بطوله كبيره جدا. فهي فرصه، اعمل ملاعب حلوه، اعمل كل حاجه ده. هي فرصه جات لي، فرصه ان انا اكلم الناس بره بشكل مختلف، غير الكلام اللي احنا كنا بندافع بيه عن نفسنا طول الوقت، لا محتاجين ان احنا نهاجم دلوقتي. طيب. احنا في وقت الهجوم دلوقتي، وده مردود وباع الكره المصريه بعد انتهاء البطوله. ما هو ده الجزء، ده الجزء الاولاني، انا رديت في الحته اللي انا محتاج ان انا ارد فيها، واحتاج اقول للعالم كله لا انا مصر تقدر وقادره ان هي تعمل اي حدث، سواء كبير صغير، حدث رياضي، حدث سياسي، حدث اجتماعي، سياح، اقدر اعمل الكلام ده كله. فانا رديت. طب بقى الفرصه بالنسبه للمسؤولين، انت دلوقتي البلد كلها والحكومه كلها والشعب كله هو رايح لاتجاه الرياضه، بيقول لك ان انا اقدر ان انا اعمل رياضه بشكل مختلف، مش والرياضه كمان خلي بالك اتخذت في رجلين في الفتره اللي فاتت دي، ان هي سبب كل المشاكل او سبب زعزعه الاستقرار في وكل الناس على فكره اللي بتشعبط في الرياضه دلوقتي هي الناس اللي كانت بتقول لك لا نلعب ايه بالكوره؟ ما اقفلوا الدوري، الغوا الكوره خالص، الغوا الرياضه خالص. دلوقتي كله بيشعبط وكله بيعمل فناي دي، وعايز يروح الماتشات وعايز تذاكر وعايز يروح يتصور مع اللعيبه في منتخب مصر، وعايز يتشعلق تاني في الرياضه. دايما هو كان بيزق الرياضه عشان يعني هي اللي تشيل الليله كلها في الاحداث الصعبه، هو اللي بيتشعبط فيها دلوقتي عشان يخش معاها في الاحداث اللي جايه. فابو فرصه راحت للناس المسؤولين عن الرياضه، ان انت بقى تستغل الحدث الكبير ده، تستغل ان انت عندك استعداد وعندك بنيه تحتيه قويه جدا، وتقدر تامن الجماهير، وتقدر تامن المباريات، وتقدر يبقى عندك جماهير بشكل كبير جدا، وتقدر ان انت يبقى عندك دوري قوي منتظم ملتزمين فيه كل الناس سواسيه. يعني تقصد لازم ينعكس على الاداره الرياضيه؟ طبعا لو ما استفدناش من الفرصه دي في التوقيت ده يبقى هناخد فتره طويله قوي على ما نرجع تاني. الدوله عملت اللي عليها، ادتك البنيه التحتيه، اديني الاداره. اديني الاداره، مش كده ولا ايه؟ طيب استاذ احمد، اديني تفسير في التوقيت ده يتم اختيار الكابتن محمود الخطيب سفيرا للكره او سفيرا للبطوله. هو ده مش محتاج تفسير بقدر ما هو محتاج ان احنا نبقى عارفين قدراتنا وامكانياتنا. قوه مصر، جزء من قوه مصر ابنائها المتميزين الموهوبين. ايوه. ومحمود الخطيب مش اختيار النهارده. قوتها نعم. بالظبط، مش اختيار النهارده. وانا عايز اتكلم في القوه الناعمه ديت بعد ما اخلص الجزئيه ديت، لان دي نقطه مهمه جدا. محمود الخطيب مش النهارده، محمود الخطيب اختياره من 82 و83 وما قبلها. لاعب فرض نفسه، قدم نموذج مصري محترم. احنا دايما هو النهارده محمد صلاح ده اللي احنا كلنا متعلقين بيه ونقول انه فخر العرب وفخر مصر. هو ايه فكره ان انا احتفي بهذا اللاعب؟ ايه فكره ان انا ابقى كل الشعب المصري بقى مباريات ليفربول بالنسبه لهم كانها الاهلي او الزمالك؟ أيوة. كان ليه؟ غريب. لانه انت شايف اخوك، شايف نموذج منك بيحقق نجاح. الخطيب من واحنا صغيرين بيطمنك على نفسك. بالظبط، شايف قدامك نموذج، شايف قدامك قدوه. هذه القدوه انت مش مستغرب انه يختار، يتم اختياره سفير. ليه؟ لانه هو يستحق هذا. بالعكس، ده كان الغريب انه ما يختاروش. أيوة. ده الغريب بالنسبه له. فانت بتختار نموذج محترم قدم نفسه بشكل كويس. هنا بقى ارجع للجزء اللي قاله المهندس عدلي، وفكره القوى الناعمه. القوى الناعمه اختلف مفهومها واختلف طبيعتها. زمان كنا بنتكلم على المثقفين، على المفكرين، على الادباء، بنتكلم عن نجيب محفوظ، بنتكلم عن يوسف السباعي، بنتكلم حتى على الفنانين ام كلثوم وغيره. النهارده انت عندك الكره، كره القدم هي جزء اساسي من القوى الناعمه. النهارده انا بقول اهو 100 مليون بني ادم، مع كل احترام البرازيل، ما كانش حد يعرف يعني ايه برازيل الا من خلال الفريق، المنتخب البرازيلي ولاعيبه البرازيل. صحيح. انت النهارده
وجود واحد زي محمد صلاح غير لك المود العام للانجليز بالنسبه لك، صح ولا لا؟ ورؤيتهم ده انا بقول للناس اللي كانت زعلانه ان هو في الجون بيصطاد، قلت له صورته مع السمكه في الجونه دي دفع فيها كل اغلفه تمام كبيرة. واتنقل هذا الحدث، وبالتالي انت عندك محمود الخطيب جزء من القوة الناعمة المصرية، ازاي تستغله، ازاي تتعامل معاه، ازاي تستغل هذه الموهبة، هذا التأثير، هو ده دورك انت بقى زي ما قال الكابتن خالد، انت ازاي الدولة قدمت لك كل ده، ازاي تستغل هذه الامكانيات التي قدمت في وقت ضيق وبأعلى قدر ممكن، ازاي انك تستغلها انك تحسن أدائك. الرئيس على فكرة قال جملة مهمة جدا، قال هذه البطولة يجب أن تكون دافعة للرياضة المصرية، مش كده؟ الله دي يجب أن تكون دافعة للرياضة المصرية. إذا ما وقفناش عند الكلمة دي وكل نادي بدأ يفكر بداية من نظام التذاكر الجديد اللي بيأمن لك إزاي الجمهور يدخل من غير مشاكل، إزاي أنا أعممه في الفترة اللي جاية، وإزاي يبقى ده الأسلوب بتاعي، طريقة ده يحل لك مشاكل كتير بالظبط. فأنت النهاردة مش بتعمل البطولة زي ما قلت من الأول، مش بتعمل البطولة شهر وتنتهي، ده أنت بتعمل لمنظومة رياضية مصرية مختلفة على مدى السنوات القادمة. دي رسالة حضرتك للقيادات الرياضية طبعا، واللي مش هيفهم ولا الرسالة تعليمات. لا دي رسالة، مش هقول تعليمات، رسالة في شكل يعني تعليمات رسالة واضحة. وبالمناسبة ليه خلي بالك في حاجة مهمة جدا احنا مش واخدين بالنا، مش يعني في ناس كتير مش واخدة بالها منها، مش عايزة تاخد بالها، مش عايزة تاخد بالها منها. انت بتبني دولة اسهلها ما تشوفش انت بتبني دولة. لاحظوا حاجة، ويمكن انا قلت النهارده الكلام ده في صباح خير مصر، انه الرئيس السيسي دائما هو اكثر حد بيقعد يجد يبص على السلبيات ويبدا يتكلم عنها وينتقدها عشان يبدا يبني منها حاجات ايجابية. كل ما كان انت بتبني دولة، الدولة دي هو شايف، أنا بقول إنه قدامه خريطة مصر شايفها زي ما أنا شايف الترابيزة دي قدامي، وعارف كل حتة في مصر إيه الإمكانيات اللي فيها اللي أقدر أطلعها، ومش ناسي ملف الرياضة في دماغه، التعليم في دماغه، السياحة في دماغه، الصحة في دماغه، خليني في الرياضة اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي. الرياضة النهاردة إذا الرسالة بتاعته دي ما وصلتش لكل رئيس نادي وكل حتى رئيس مدير مركز شباب على مستوى مصر ما فهمش هذه الرسالة، كل رئيس اتحاد تبقى كل رئيس اتحاد وحتى وزارة الشباب والرياضة إذا ما فهمتش هذه الرسالة، وإن هذه البطولة ليست بطولة هتنتهي برفع الكاس، وإنما دي بطولة بتفتح لي باب لتطوير المنظومة الرياضية المصرية كلها، يبقى عندي مشكلة. إذا ما فهمناش إن هذه البطولة هي بداية لنقلة حقيقية في الرياضة المصرية ونقلة الاحترافية اللي احنا كلنا بنبحث عنها ومش عارفين نوصل لها، يبقى دي في مشكلة عندنا احنا. ده جزء من بناء الدولة المصرية. الرياضة النهاردة في دول كثيرة جدا هي جزء من اقتصاد أساسي في بعض الدول. احنا عندنا القدرات وعندنا الامكانيات، لكن ما احناش قادرين نستغل هذه القدرات ونستثمرها بشكل جيد. بيجي لك حد بيقول لك ادي امكانياتي وادي قدراتي وادي الدوله بتمهد لك كل شيء وادي منظومه الدوله كفريق واحد شغاله، قدمت لك الارض ومهدتها لك، ابدا اشتغل انت كنادي، وبتقول لك فلسفه الدوله، بتقول لك فلسفتي وانا معاك، واديتك طرف الخيط، ده طرف الخيط، وبقول لك اتحرك وانا وراك، بقول لك شد الخيط معايا وانا هشد معاك، عشان ننقل البلد دي نقله تانية، لان البلد دي مش هتتنقل بمجال واحد، مش في مشروعات قوميه، لكن البلد هتنقل لما يبقى المشروعات القوميه شغاله، السياحه راجعه، التعليم عالي. هضفر سؤال برضو وبعدين يعني هستناك. لو طبقنا المعايير بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها، الدوله تنتظر، الدوله تريد، الدوله تهدف، ها، الدوله تشجع، الدوله تشجع، الدوله الرساله، لو طبقنا بقى الكلام ده على الموسم الماضي، لا عندك مشاكل كتير جدا. يعني هل ممكن استمرار الوضع على ما هو عليه؟ لا يمكن، لا يمكن. يبقى انت ما استفدتش من الدرس، يبقى انت ما وعدتش الفكره، يبقى انت ما ادركتش قيمه اللي بيحصل. ومن ثم يا دكتور كابتن عدلي، اسوء حاجه يبقى قدامك كتاب مفتوح ما تعرفش تغش كابتن. انا لسه العصر ده، العصر ده ما بقاش وقت ان انا اقف على السبوره اقول لك الف عليها همزه من فوق ب. الرساله لازم تبقى واضحه وتبقى انت فاهمها. العالم بيتغير من حوالينا كل ثانيه، احنا بنتغير كل 10 سنين. يعني ما قبل في هذا الموسم الغريب المريب، لا يمكن قبوله. لابد ان تكون هذه البطوله، وانا بدعو بدايه من وزير الشباب لكل اعضاء المنظومه الرياضيه، ان يكون هناك ولو شبه مؤتمر وطني
نبدا نحط فيه، وانا طبعا بكره فكره المؤتمرات، لكن خلينا كان وضع استراتيجيه حقيقيه لاداره لتحقيق منظومه رياضيه مصريه متكامله تعمل وفق قواعد وضوابط احترافيه تقود اللعبه وتقود الرياضه المصريه الى منطقه متقدمه تحقق اللي تستحقه مصر. احنا عندنا امكانيات وعندنا قدرات تهدر كما تهدر الاموال العامه بسبب عدم قدره على ادارتها. دي نقطه لابد ان احنا ناخدها. ده قصه ملف عايز، ده ملف مهم جدا. كابتن خالد، انا بس عايز اكمل معاه في حته، بس اتفضل. الكلمتين لازم نلغيهم من قابوسنا. الاعداد العرفيه في الرياضه المصريه لازم تتلغي. والاستثناءات اللوائح بقى، يعني ان احنا كل بقى موسم استثنائي والقعده العرفيه كل شويه نتخانق ونلم بعض نتصالح في حته. لا، يبقى فيه قواعد وقوانين ولوائح كل بيمشي عليها. عنده حاجه بتمشيه. احمد اشار لمحمد صلاح طبعا، وان احنا كلنا فرحانين بمحمد صلاح وكل واحد شايف نفسه في محمد صلاح. اكيد انت كنجم كبير توقعت ان محمد يوصل للمستوى ده، وتفسيرك ايه؟ السؤال ده على فكره محتاج 5-6 حلقات اجاوب عليه. طب خد نص حلقه، لان انت بتتكلم في تفاصيل كبيره جدا، وانت عايز تقيم لاعب كره قدم وتقيم ظروفه مشيت ازاي. كره القدم فيها اجتهادات وفيها موهبه وفيها توفيق بتاع ربنا، وفيها ان طريقه كمان يبقى مش خلاص هي فتحت. هي الكره في وقت من الاوقات انت بتعمل الحاجات اللي عليك، بتاخد بكل الاسباب ان انت تبقى كويس، عندك الموهبه مرة كويس قوي، تركز كويس قوي، وبعدين بتجي لك الفرصه تمسك فيها. هو ده يعني محور الحديث النهارده، هي الفرص. احنا تعودنا، انا بدات كلامي بالفرصه. هو محمد صلاح جات له فرصه اتساعد فيها بشكل كويس جدا، جاله توفيق من عند ربنا، وخطواته فيها كانت كلها ماشيه كويس. على فكره محمد جات له فتره اللي هي مشي من تشيلسي وراح كان فيها دروب، كان ممكن يبقى فيها دروب، كان ممكن ان هي الامور بالنسبه له تبقى مسار تاني خالص، مسار تاني مختلف غير اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. وغير اللي طورت نفسك معايا، هسالك سؤال بمناسبه كلامك الحلو ده. فكان ممكن يتغير كل بلاش السؤال بتاعكم انا بشوف. كان ممكن يتغير كل خط السير اللي احنا بنتكلم فيه، كل اللي احنا كلنا عايز اقول حاجه، الرياضه المصريه كلها متشعبطه في محمد صلاح دلوقتي، وده حقه. الرياضه المصريه كلها متشعبطه في محمد صلاح، متشعبطه في التجربه بتاعت محمد صلاح، في 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 الحاله اللي عملها محمد صلاح لكل لعيبه مصر، الحاله اللي عملها محمد صلاح للرياضه المصريه، في العنوان الكبير لمصر دلوقتي، ان انت محمد صلاح بتشوفه على كل جدران، بتشوفه على كل في كل الاعلانات، بتشوفه في كل الملاعب في العالم. ما فيش حد في العالم كله مهتم بالرياضه او مش مهتم بالرياضه ما يعرفش قيمه محمد صلاح دلوقتي. فهو لا قدر ان هو يعمل حاله وربنا قربه فيها، لان دي في توفيق من عند ربنا كتير. في لعيبه كتير كان ممكن تبقى بتمشي بنفس الخطه بتاع محمد صلاح، بس في حاجات كتيره ايه عطلت، في لعيبه الامور ما خدمتهاش. انما محمد بصراحه مسك الفرصه وربنا كرمه من اوسع ابوابه، وهو مجتهد وملتزم ولعب كويس وعنده امكانيات، اللي هي اهم حاجه في لعيب الكوره هي السرعه. عنده ميزات مش موجوده في ناس كتير، سرعه القرار. ممكن تكتسب اي حاجه على فكره، يعني انت يعني انا بشوف ان ثلاث ارباع قيمه محمد صلاح في القرار. طبعا يعني امبارح حتى كنت بكلم ابراهيم، تريزيجيه رقص مرتين ثلاثه وراح للجون، والقرار الاخير ما كانش القرار المناسب خلاص. لا شاطها وهو اوت اوف بالانس، طلع لبره، هو كان لازم يبص للراجل اللي يروح للجون. صلاح غلط مره واحده في هذا، ورقص اول ترقيصه ما كررهاش، صحيح، راح مصلحها في 2 اسيست ومحاوله وعلى طول قراره عارف القرار الصح. الكلام ده بص يعني مش هو مش رونالدينهو اللي يمتعك، ولا مش ميسي ولا الخطيب بالتوقيف والبتاع، انما بالفكر والقرار والقرار ده على حسب الامكانيات. هو ما بيحطش نفسه دلوقتي في حاجات تبين عيوبه، هو بيدور على الحاجات صح اللي بتشتغل على ميزاته. أيوه. عشان كده اخطائه قلت، عشان كده العيوب يعني اللي عنده يعني اقرب الى كريستيانو. العيوب اللي عنده كلها ادارت في قراره السليم. يعني لو ما يغنيش في طبقه مش بتاعته خلاص، هو فتطلع حلو. هو بيروح في الحته اللي فيها امكانياته وبيوسع نفسه. عايزين تعرفوا السؤال طبعا هعدله حصل له هغيره، بس هديش بقى والنبي، انت قلت كلمتين مش هسيبهم.
انت قلت السرعه والقرار دول اساس النجاح في كل شيء. يا ريتنا في اي منظومه عندنا ناخد الاثنين دول ونشتغل عليهم. من يمتلك سرعه الفهم والادراك والتخطيط والقرار السليم هيحقق النجاح، هينجح مهما كانت قدراته. صح. طيب لو محمد صلاح بتجربته دي سبقتك، يعني لو انت لعيب خالد بيبو بنفس ظروفه هتعمل نفس الانجازات اللي فاتت بس كانت تجربه محمد صلاح قدامك، كنت هتقبل العرض بتاع فاينورد ولا هتعتذر عنه؟ انت كنت بص يا باشا، انا كنت هموت. صور انا عاده بمسك في اللعيب مش عايزه يمشي. خالد بيبو جاله احسن عرض في تاريخ الكره المصريه وقتها، وكل ما تدلل اجيب له ميزات زياده، يعني هو مش عايز. فوصلت ان هيدفع له فلوس مقابل التوقيع، ودي ما بتحصلش طبعا. اصل ده اقول لك، اصل انا اول سر لسه ما قلتوش اول مره وانت تعرفه يا جماعه عشان تبقوا فاهمين بيتكلم في ايه. خالد بيبو في اخر موسم له بعد السوبر هاتريك والهاتريك بتاع افريقيا والسوبر هاتريك بتاع الزمالك جاله النادي فاينل، والراتب كان اعلى راتب ممكن حد يتكلم فيه 35,000 يورو، وساينينج فيه 400,000 يورو، والنادي الاهلي 2.5 مليون يورو. حاجه هو بس كان عايز يبدل الرقم كام ده مهم. السنه اللي 2006 لا 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 قبل كده 2003 ما كانش الارقام دي حد بيسمعها. لا مهندس عادل القيد طبعا يعني عمل مجهود كبير جدا في الموضوع ده، واحنا تقريبا الفتره دي انا كانت فتره بالنسبه لي كانت صعبه جدا، يعني كنت طالع تصور انه كان داخل على تجديد، يعني كان ممكن جدا اخر سنه له يوم يقول انا هجدد وعده خلاص يا ريت. فانا الفكره اللي انا ساعتها كانت قرار كان بالنسبه لي مهم جدا. انا كنت يعني الفتره دي يعني عايز بص مفيش تعبير جوايا يقدر يعبر لك على اللي جوايا انا اقوله. يعني من كتر سعادتي وتعلقي بجميل النادي الاهلي ما كنتش شايف حاجه، يعني الارقام اللي بيقولها انا شفتها منك في اليابان. الارقام اللي بيقولها باشمهندس عدي هي ارقام حقيقيه، بس انا ما كنتش شايفها. انا كنت شايف المدرج، كنت شايف مدرج مش قادر تستغنى عن ده، مش قادر استغنى عن المدرج، مش قادر استغنى عن الناس اللي بت ب ب لا لا انت كده انت كده جاوبت يعني ضمنيا على سر نجاح محمد صلاح. صح. انه صلاح لما مشي من المقاولين ملوش لا جمهور ولا في حاجه ماسكاه، وجاوب عن سؤال كثير ان في كتير من نجوم الاهلي ما رضوش يغادروا. ان الجمهور الاهلي عند لعيبته احنا بالظبط بص بيبقى الدبدبه بتاعت الجماهير النادي الاهلي في المدرجات مش هتسمحها في اي حته في الدنيا. دي نقطه. دبدبه الجماهير في مدرجات النادي الاهلي عمرك ما تسمحها في اي حته، ومفيش فلوس في الدنيا تقدر تعوضك عن ده. ما تعوضكش ما تمتعكش زي جماهير النادي. فانا ما كنتش عايش في اي حته على فكره. طب عشان برضو الناس تكمل لها الصوره، كابتن خالد بيبو بعديها بسنتين او ثلاثه بطل، وبعدين مستر مانو جوسيه سنة 2006 يعني هو سافر معانا اليابان كإعلامي للقناة فجه معانا. فكنا في مؤتمر صحفي بعد ماتش مهم كسبناه وهنلعب بقى تالت ورابع، طالعين تالت ورابع، ومستر أنا كنت الميديا أوفيسر فأنا اللي بوضب للمؤتمر في 2008 2008 فرايحين دخلنا الاوضه فمانو جوسيه بيتكلم على الماتش فرحان بفرقته والناس كلها فخوره بفرقه النادي الاهلي لا 2006 المؤتمر الصح لا 2008 المهم يعني كان حاجه كده. ومستر مانو جوسيه اتكلم وبعدين قال لهم اسمحوا لي الاول ان انا عايز احيي شخص معانا في الصاله هنا، هو مش معانا مع الفريق بس هو شخص لا يمكن انساه ولا يمكن يفوتني فرصه زي دي، ما قدملكوش الشخص ده. وراح مشاور على الكابتن خالد بيبو وقال ان انا بشكره انه كان سبب لنجاحات اللي انا حققتها ما شاء الله. المهم ان ايه بقى صاحبك ده انهار انهار يعني بص انا بقول لك ليه. خالد بيبو نوعيه شفافه قوي قوي عاطفي جدا. احنا تعبنا ساعتها في تهدئته لانه بكى كتير انهيار. رحنا الفندق وهو منهار في العربيه واحنا راجعين من المؤتمر الصحفي من الفندق كان معانا ومش مبطل كل ما يفتكر يروح حابب كده معايا. روح الاوضه فوق كده شويه وتعالى نشرب حاجه وانا عايز اعمل له حوار للمجله عن اللحظه دي. فقال لي طب نص ساعه اجي لك. جالي عملت له الشاي وقاعدين نشرب الشاي. يا خالد
افتكر قاعد يبكي تاني. مش بيبكي عارف منهار. لا هو يعني فكره التقدير. شوف هو قال لك ايه ده بجد الجمهور بتاع الارتباط بالاهلي وجماهيره شيء عظيم. انا ما يعني ما بشوفوش الا غلط في ناس كتير. احنا كابتن احنا كجمهور مش لاقي احنا كجمهور بنبقى فخورين بجمهور الاهلي الحقيقي بعيد عن اي دخلاء. خليني بس ابقى افصل تمام ما بين جمهور الاهلي اللي طول عمره ورا جمهور الاهلي جمهور الاهلي الحقيقي اللي انا بفخر بيه من وانا صغير ان انا بنتمي ليه. اللي ما يستحملش الخدش اللي ما يستحمل الخدش وما يستحملش ويبقى بيعيط عشان الاهلي محتاج هدف او ياخد بطوله ومستعد يعمل اي حاجه. وافرق طبعا من الدخلاء اللي حصل في فتره من الفترات. يمكن كابتن خالد بيتكلم على نقطه الجمهور. زي ما بيبقى اللاعب او النجم متعلق بالجمهور خلي بالك الجمهور الاهلي برضه متعلق بيه. لا طبعا وبيبقى صعبان عليه قوي انه يسيبه. انا ببقى حابب انا عايز اقول لك على حاجه يمكن ما تحسهاش يا كابتن اجوانك بتقل تمام انه انا كجمهور زي ما هو مش عايز يمشي انا ما ببقاش عايزه يعتزل. طبعا صحيح. انا مرتبطي بالنجم مش عايز يعتزل. صحيح. عايز اتمتع بكورته عايز اتمتع بلعبه. احنا لغايه دلوقتي لما بقلب كده والاقي بيبي وبشير بجيبها وابدا اشوفها تاني. يعني انا وانا بتفاوض انا بتفاوض اطفش نادي فايلر واخد بالك فيقبله واخد بالك وبعدين رايح له وانا يعني على فص عيني. لكن انا كنت مندهش وانا سعيد من جوايا ان هو رفض وقال لي لدرجه انا قلت له بقول لك ايه ادي عادي فايلر فانا بقى عايز يعني اختبره وادي عقود التجديد لازم تمضي على واحده من الاثنين. قال لي هي كده هي بقت كده قلت له هي بقت كده. لا لا احنا اصل احنا شفنا يومين كده فهادي خلاص حاجات كانوا يومين يعني كانوا يومين انا اتضغطت فيهم نفسيا جام جدا. بس انا فعلا كل ما مثلا يكلمني في حاجه انا ما يعني ايه في رؤية بس انا بتضغط عليه ساعات خليه يمضي بقى ويجدد ويريحني مش عشان كده حتى لما مشيت من الاهلي رحت المصري مع مصر مش مصدق مش ان هو معاك انت لا ما قدرتش العب في حته بره مش عايز يجدد. طب ما قلت له لا يا تمضي هنا يا تمضي قال لي يا بقت كده قلت له يا بقت كده. طيب البطوله اتفرجت امبارح اكيد على مباراه غينيا انت ملاحظاتك ايه؟ بص يعني خلينا نبقى واضحين مع بعض احنا عندنا فرقه محترمه ما اقدرش اقول ان احنا فرقتنا وحشه وما اقدرش اقول ان احنا فرقتنا ما فيهاش عيوب. لا احنا عندنا مشاكل دفاعيه كبيره جدا. مشاكل دفاعيه مش الرباعي الدفاعي لا احنا عندنا مشاكل دفاعيه من الثلاث خطوط. الثلاث خطوط بتوع منتخب مصر ولو انا يعني الناس كلها بتشوف المباراه بشكل والمدير الفني بيشوفه بزاويه واللي لعب كره بيشوفه بزاويه ثالثه فانت كل واحد ممكن 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 عنده حق ممكن تحلل المباراه بـ بـ باشكال كتيره جدا. وعلى فكره زي ما بيقول بشانس كلنا عندنا حق كل واحد بيشوف المباراه من وجهه نظره. خلي بالك انت قال كلمه مهمه جدا احنا كلنا مصر احنا كلنا عايزين المنتخب ينجح طبعا. لان هي كلها ست شهور دول تجربه تجربه بالمنشات تجربه بالمنتخب تجربه بالمدير الفني الجديد بالجمهور كلنا داخلين في اختبار وكلنا عايزين ننجح وكلنا هنزق ونساعد لغايه ما الامور كلها إن شاء الله. تنجح عشان يعني احنا زي ما بيقولوا دي اول السلم ده انا عايز اعدي زي ما بيقولوا عنق الزجاجه عشان الرياضه المصريه ترجع تنفجر تاني في كل العالم. فانا كلنا عايزين ننجح فانت بتتكلم على منتخب مصر في قصور بانت من خلال المباراتين في قصور في ترابط الخطوط الدفاعيه. يعني ممكن انت في الناحيه الهجوميه عندك ميزات واضحه جدا. احنا منتخب مصر الشكل العام الواضح دلوقتي زي ما كانوا مخنوقين دفاعيا فما صدقوا كلهم بيهاجموا. يعني الفرقه كله كان مكبل دفاعيا في فترات طويله وان انا الفرقه بتلعب دفاع 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 والواجبات كلها كانت دفاعيه فبقت دلوقتي كلها هجوميه فده هيبقى عليك عبء كبير جدا. شفنا التغيرات المدير الفني طبعا هو بيدور على مش يكسب او يخسر او بيدور على شكل المنتخب لا هو بيدور على حاله اللعيب عايز يحط ايده على حاله كل واحد جوه الفرقه وهو على فكره هو حاطط الفرقه وحاطط على الاقل 18 لاعب اللي هيعتمد عليهم 16 18 لعيب اللي هو هيعتمد عليهم في البطوله هو حاططهم في دماغه. في ناس هو عارف ان هو هتلعب بالصدفه او جات له فرصه زي كده ومسك فيها انما هو عارف مين اللي هيلعب ومين اللي هيعتمد عليه ومين اللي هيشتغل هنا ومين اللي هيشتغل هنا فهو عارف فرقته.
بس هو عايز يطمن على الحاله بتاعت المنتخب. هنخش في التفاصيل؟ لا، في تفاصيل كتير. عندك قصور في ناحيه اليمين دفاعيا، عندك قصور في الناحيه الشمال هجوميا، عندك نص الملعب مفيش مساعده من الرباعي بتاع الخط الامامي كله. كل ده ممكن تشوفه بشكل ده، ممكن ان انت تشوفه بشكل تاني، ان احنا مباراه تجريبيه، ناس في تغييرات كتير. ممكن تروح للتحليل ده وممكن تروح للتحليل ده، بس انا دايما بحب دايما يبقى الامور تخش في صلب الموضوع. عندنا منتخب قوي قادر، عندنا منتخب قوي قادر، محتاج تظبيطات، محتاج تظبيطات. المباريات الوديه التجريبيه اللي هي قبل البطوله على طول بتبقى فيها اخطاء محتمله، اخطاء محتمله اقدر احلها، اقدر احلها لان عندي العناصر اللي تساعدني ان انا اقدر احل المشاكل اللي ظهرت في خلال المباراتين. اقدر احلها. عندنا منتخب قوي قادر ان هو ينافس. طيب، عندنا منتخب قوي، انا مقتنع، واحنا قدمنا هذا الكلام، وهنا عندنا منتخب محترم، وعندنا افراد بقدرات تفوق ناس كتير في منتخبات كثيره. لكن انا اتفرجت على التجربتين. التجربه الاولانيه كانت في ناس بتحاول تثبت وجودها، لكن اتحكم عليها بان ادائها شوب الفرديه والايه والرعونه بعض الشيء، عايز يثبت وجود. صحيح، قلت ده هيختفي في الماتش الثاني. لقيت نجوم كبار، كان في تصرفات فرديه في بعض الاوقات خلت في الوقت ده جه فينا جون على فكره. الوقت ده في الشوط الثاني جه فينا جون. صحيح. وبعدين تداركنا اخر 10 دقائق، قدمنا حاجات حلوه في الاخر. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. ان انت إذا عندك قدره موجوده عندك، لكن انت ترى السؤال هنا. انا ما هت للسؤال. صحيح. السؤال، هل سنتخلص من هذه الشوائب الفرديه وهنعتبر ان الفتره اللي فاتت دي كان سببها ان كله عايز يثبت وجوده ويقدم اوراق اعتماده للمدرب، ولا دي هتبقى في السلوك بتاع اللعيبه وعايزه وقت عشان نتخلص من الكلام ده، وهتاخد مننا ماتشين مثلا ثلاثه قد يشكلوا خطوره الماتش يهرب مننا؟ بص، اول حاجه الجمهور مش هيسمح لهم بالكلام ده. جمهور لما هيبقى في المدرجات مش هيسمح لهم بالفرديه الكبيره دي. لكن كان موجود ولا لا؟ ولا موجوده. على فكره انا شفتها وانت شفتها، كلنا شفناها. بس عارف انت في وقت مش عايز تروح لها قوي، مش عايز تكبرها في دماغه، لان هي كبيره، بس انت بتحاول ان انت. انا شايف ان ده اول عدو للمنتخب. طبعا. بس انت يعني انا بقول لك ايه، انا بدور على كل الميزات دلوقتي اللي تساعدني ان انا اعدي. مش عايز اروح لاي حاجه تقدر ان هي تعطلني، وأسوأ حاجة هتعطلني هي دي على فكرة، إن أنت تشتغل فردي أو إن أنت تفكر في نفسك أو إن أنت تفكر إن المنتخب بتاعك أو أنت تثق في قدراتك زيادة. أي حاجة بقى تدخلك في السكة دي، إن أنت بتلف ودور عشان أنت تاخد الـ 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 الشكل كله، مش هتقدر. العبء كبير جدا. كل يعني الجون الثالث ده نموذج لما هو مطلوب من المنتخب. بس لمسه ولعبه، لمسه ولعبه، كلفتنا الدنيا كلها وجبنا جون بديع. عشان هي امكانياتك كده. هي امكانياتك في ان انت اشتغلت على المساحه لمحمد صلاح وراح من ورا، تحرك مباشر وتحرك مباشر وخلقت المساحه. هو ده احنا عندنا في الثلث الهجومي، عندنا كميه سرعات مش موجوده في اي فرقه. كميه مهارات مش موجوده في اي فرقه. تتكلم على مجموعه لعيبه بقى من اربعه من خمسه من سته، حتى اللي بيلعب والاحتياطي عندهم نفس الميزات اللي تقدر تساعدك، وعندك اللعيبه الثقيله تقدر تشغلك. بس هي الفكره زي ما بقول لك بقى، انا مش عايز اروح للنقطه دي. النقطه دي لو كبرت في دماغهم واحنا اشتغلنا عليها، ان انا لوحدي اقدر اشيل المنتخب، هيبقى صعب جدا. ما حدش يقدر يشيل المنتخب لوحده، حتى محمد صلاح بامكاناته الكبيره دي. لا، هو مش على فكره اول واحده مشي لوحده فيه. اتقطعت منه، قفلت عليه. بعد كده لعب مع الناس، فوقهم وفاق. وخلي بالك برضو في احساس ان انت بتشتغل لوحدك، مره هتعدي، الثانيه هتعدي، الثالثه زميلك مش هيساعدك. هيحفظ؟ لا، زميلك مش هيساعدك. هو نفسه. صحيح. كارثه دي، تبقى كارثه. هنجي لك بالملاحظات الفنيه دي لانها مهمه جدا على كابتن خالد. استاذ احمد، كابتن خالد بيتكلم على خطوره الفرديه، والاعلام مدفوع بقيمه صلاح وتوهج صلاح العالمي. ايوه. وعامل فوكس استثنائي شويه على صلاح على حساب بقيه اللعيبه. ده صحيح. هل ده انت شايف التناول الاعلامي هنا مبرر ولا له بعد خطير برضه؟ هو احنا عندنا بس مشكله حقيقيه في الاعلام. ان احنا دائما بنجري ورا الشيء، مش احنا اللي بنقود، يعني ما بنقدرش. دي حتى مشكله على المستوى السياسي. رد فعل.
فاحنا دايما بنبحث على مين اللي نقدر يعمل لنا النجوميه. فاحنا دايما شغالين على فكره ان الغلاف حتى غلافك لما يبقى صلاح هيبيع. فشغالين على كده. انا بس عايز اقول نقطه مهمه. انا مش هتكلم فني، ما اعرفش اتكلم فني، انا مستمتع وكنت اتمنى الحلقه كلها تكمل مع كابتن خالد لانه بستمتع بكلامكم الفني. انما انا كمشجع وفاهم كره شويه مطمئن جدا، وشايف ان فريقنا فعلا عنده قدرات. وبالمناسبه الفرديه ديت لما نزل صلاح انا حسيت انه بقى في حد مايسترو بيدير، فقلت شويه وبقى في توزيع للناس وبدات الكره تبقى اكثر هدوءا، واللعيبه حتى تريزيجيه اللي كان بياخد الكره يروح بدل ما ياخد الكره يبص على صلاح يبص على زمايله في الناحيه الثانيه وبدا يلعب. هي ابتدت الجون الثالث مع عبد تريزيجيه بالظبط بالظبط. لا واكثر من كوره لعبها لصلاح عرضيه، هو بص على مين اللي فاضي وصلاح بيعرف ياخد مكان كويس فقدر يتخدم. فكره الفرديه احنا اعلام اشتغلنا عليها واشتغلنا قوي على صلاح، رغم زي ما قال الكابتن عندنا نجوم في منتخب مصر، نجوم يستحقوا ان احنا نركز عليهم. حتى الوجوه الجديده فيها ناس كويسه جدا نقدر نركز عليهم ونقدر نديهم الفرصه. تريزيجيه لاعب كويس قوي ويستطيع ان هو قدرات رهيبه طبعاً. جدا تمام. طارق حامد مسمار في وسط الملعب محتاج ان احنا نركز عليه. الدفاع طبعا الدفاع كان عنده مشكله، بس اعتقد مش هو ده الدفاع اللي هيلعب يعني هيبقى فيه تغيير كبير. انا بتكلم على الدفاع بشكل عام ككتله، فلسفه الفريق ازاي في الكتله ويرجع ان يتحرك ازاي ككتله واحده. انما احنا فعلا كاعلام ركزنا قوي واهدرنا حق نجوم كتير جدا في مصر بالمناسبه نتيجة تركيزنا على صلاح. صلاح يستحق طبعا، نجم قائد أملنا عليه كبيرة جدا. الميتشي رايح متأخر يا اخوانا، طب ما تبصوا على نجوم العالم. ما ده اللي قصدي عليه، ميسي بيختار مين يلعب جنبه. وعلى فكره ما كانش اوضه لوحده، كان عشان عددهم فردي ومين اللي متأخر. معلش يا كابتن ابراهيم انا اسف، هو لما يقعد في اوضه كابتن ابراهيم عايز اسال سؤال. هو صلاح ده جوهره ولا مش جوهره؟ طبعا. نجم ولا مش نجم؟ طبعا. ما هو ليه طبيعه يا اخوانا، ده احنا حتى هو النجم، انا مش عايز اجيبها بمعنى ثاني، في المسلسل في التصوير له اوضه. هو حضرتك احنا مثلا متعودين كل اثنين في اوضه ماشي. يجوز هم في ليفربول بينزلوا في اوضه فرديه. مين اللي رمى المعلومه دي؟ خلينا مين اللي حطها لنا في السوشيال ميديا اللي فاتنا في البدايه ان احنا نوضح. احنا هنا كمان كمالك وكتابه، ده احنا فوجئنا انه في 6 صفحات او 8 صفحات على الفيسبوك باسم مالك وكتابه. انت ليه منتج 7 وهو رقم 7؟ سبعة. واحنا يعني لا علاقة عشان كابتن خالد الصفحات ما بنعرفش اي حاجة عنها، ما احناش على صلة خالص ولا نعرف مين اللي انشأها. ده احنا ممنوع. وفوجئنا انه كمان بتنشر حاجات كتيرة جدا احنا لا علاقة لنا بيها على الاطلاق، حاطين صورة المهندس عادل القيع وصورتي واسم البرنامج، وكل واحد فيهم يدعي ان دي صفحة ملك وكتابة. ملك وكتابة يا جماعة ملوش اي صفحة على كل الوسائط الاجتماعية المختلفة. ملك وكتابة ضمن قناة النادي في صفحة قناة الأهلي على الفيسبوك، غير كده لا في صفحة رسمية تعبر عن البرنامج ولا احنا مسؤولين، بل زي ما المهندس عادل أشار تعاقداتنا تحول دون تأسيس مش مسموح لنا صفحة خاصة للبرنامج على الفيسبوك او على اي من وسائط التواصل الاجتماعي. كابتن السوشيال ميديا اصبح النهارده في لعبه الفتنه من خلال السوشيال ميديا. ان انا ودي بالمناسبه شغاله وانا رصدها وناس كتير جدا رصدها يا فندم. ما احنا إن انا النهارده او لا ده حاجه تانية يا كابتن. النهارده في حد متعلقين بيه او في مشروع شغال كويس او في نجم بدانا نتعلق بيه، فيبدا تدخل ميليشيات السوشيال ميديا تروح ضربه لك فيه وتبدا تشتغل عليه وتصدر عليه تعليقات وما لهاش او تصريحات وما لهاش، تقدم لك صوره مختلفه ليه، وبالتالي يبدا تحصل انا منفعل هروح داخل شات. والسوشيال ميديا فيها مشكله ان التعليق بيسخن تعليق بيسخن تعليق بيسخن تعليق تتولع النار. فاحنا شغالين وراها للاسف وما عندناش وعي بده، وكتير جدا الاعلام وحتى جهاز الدوله بتحذر من الانسياق وراء السوشيال ميديا، وما انتش عارف مين اللي بيشغل الصفحات ديت. في صحفيين بيعتبروهم مصادر اخبار، وهناك جماعات ارهابيه وتنظيمات شغاله من خلال صفحات وهميه بتجرك على مناطق. النهارده صلاح ده واحد من كنز مصر طبعا. انت النهارده ليه تنساق ورا شائعه رمت؟ طب ما تروح تسال مسؤول المنتخب، تسال ايه طبيعه القواعد اللي ولا تسال ولا تحاول او بلاش تسال يعني. اتعامل مع المنتخب ككتله واحد. انت عايز ايه من المنتخب؟ عايز لعب وفوز واسعاد جماهير مش كده؟
جوه المنتخب انا هو احنا لازم نبقى 100 مليون مدرب و100 مليون اداري و100 مليون محلل و100 مليون خبير، ما تسيب كل واحد الدكتور بيعمل عمليه الجراحيه براحته بوفق اللي اتعلمه. المنتخب له خصوصيه يجب ان نحترمها جميعا، ويجب احنا كاعلام نركز قوي على فكره خصوصيه المنتخب في مثل هذه المرحله، مرحله صعبه. لما ندخل النهارده اشعل فتنه ما بين لعيبه لاعب واخر او بين جهاز فني واخر او بين جهاز فني ولاعب نتيجه ان في صفحات السوشيال ميديا رمت لي هذه المعلومات وسخنت عليها، ده اخطر حاجه وما انتش عارف ده المستهدف منه ايه. ضرب صلاح ومصداقيته عندك زي بالظبط اللي حصل في القريه بتاعته، وما حدش قدر يستوعب فكره ان كان في برنامج استاذ طوني خليفه بيقول لك انا سجلت لك في الفاصل ازيع ولا ما ازيعش عشان الناس بس ما سجلتيش انا سجلت استاذ طوني. فاحنا على فكره ما يدور في الفواصل بيبقى والله لذيذ جدا ومهم جدا، لكن خلينا في العلن. ما انا 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 كنت عايز اكمل معاكم نقطه مهمه جدا على محمد صلاح وعلى ما يدور حوالين محمد صلاح والسوشيال ميديا، وان محمد صلاح ورسموا الاجازه بتاعته ان هو مش في دماغه المنتخب ومش في دماغه مصر كلها وان هو ساب الفرقه كلها بتتمرن. بس طبعا الاسلوب ده اسلوب رخيص في ان انت توقع. على فكره هو الاسلوب ده مش قصده محمد صلاح خالص المنتخب، طب هو قصده ان هو يكره لعيبه المنتخب في محمد صلاح، ودي النقطة اللي هو مش عارف يعملوها لأن محمد صلاح أذكى من إن هو يقع في المطب، وشخصية ما متوازنة واللعيبة حابينه، اللعيبة بتاعت منتخب مصر حابة محمد صلاح. أهو ده اللي أنا عايز أسمعه وعايزه الناس تسمعه. بس فهم مهما أنتوا تحاولوا إن أنتوا تسوقوا صورة محمد صلاح من وسط اللعيبة إن هو مش فارق معاهم وإن هو جاي، لا، محمد صلاح بصراحة ذكي جدا، عنده من الذكاء واللي يأهله إن هو يبقى في المكان ده، لان هو مش ذكي، لو مش ذكي ما يوصلش حتى لو عنده امكانيات الدنيا كلها. اصل هو محمد صلاح عمل الصح اللي كان لازم كل المنتخب طبعا يعمله، ناخد اجازه سلبيه لمده اسبوع. صح صح صح. انما احنا خدنا على شغل الشاق وتكسير الحجر. على فكره ده اللي انا خايف منه برضو. انا النقاط اللي خايف منها، بس قبل ما اروح اطلع من حته محمد صلاح، فانا مش قلقان على علاقه محمد صلاح بلعيبه المنتخب، ولان انا عارف ان هم بيحبوا وبيتعاملوا معاه. وبتقول للبهوات العبوا غير وظهر ده امبارح لما نزل بالمناسبه، العبوا غير مش هتنجحوا في دي. وكمان لعيب منتخب مصر بص لي محمد صلاح كمان مش ان هو لعيب عادي معاهم، لا، ده هم بصوا ان هو نجم وقدوه فحابين ان هو ينجح. فدي دي العلاقات، لانه بيديلهم امل. العلاقات دي هي مش واصله لهم يعني الناس اللي بتتصور ان هي ممكن تصطاد حاجه زي كده حابين له الخير يعني مش ايوه مبسوطين له يعني، فمش هيقدروا يعملوها يعني، صعب جدا. انت تفتكر انبسطوا قوي من السمكه اللي اصطادها دي يعني؟ أيوة كان طبعًا نفسهم يصطادها. لا طبعا هم كانوا مستنيين انه يجي عشان يتصوروا معايا اللعيبه. ده حقه. بص محمد صلاح نجم ولا مش نجم؟ لا نجم، لعيب مهم صلاح. النهارده ميرور بتقول لك انه رافض عرض كبير من ريال مدريد ومن اليوفنتوس. بس ذكي يعني، هو كميته في ليفربول. انا يعني لو انا مدير اعمال انصحهم ما تسيبش الخطوه دي. مش دلوقتي يعني لازم يعني خد كل اللي تقدر تحققه مع ليفربول، اعصرها زي ما بيقولوا. احنا كنا بنقول بكوره اعصرها، انما تغامر في مناخ جديد. انت عارف القناعات، المدرب بتاعك مقتنع بيك جدا، زمايلك بيحبوك جدا، ليه تغامر؟ او جمهورك وعلى نمط ليفربول فكره صناعه الكراهيه اللي شغاله على محمد صلاح. في ليفربول انت شغال على انه هو بيكره ساديو ماني وساديو ماني بيكرهه. أيوة بيكره ده. وتيجي في مصر اصل تريزيجيه عايز يبقى احسن من محمد صلاح. احنا برضو كاعلام لاعبين الدور ده بالمناسبه، لاعبينه بشكل سيء. ان واحد صحفي مش لاقي حاجه يكتبها يقول لك سر الخلاف ما بين محمد صلاح وما اعرفش مين وانه فلان عمل كذا. احنا ليه كده؟ ما احنا دايما خطف منه كره في البينالتي ده دور. ويمكن استاذ ابراهيم معلش، بس هو شوف ذكائه بقى بيعالج الامور ازاي. طبعا انما ياخد جايزه يروح يهديها لزميله اللي بيوقعه بينه وبينه. النقطه اللي هتتفق عليها مع بعض، ومعلش انا هستخدم لفظ السياسه شويه، الاعلام والامن القومي. الاعلام ومصر بشكل عام، مصر في الكوره وفي السياحه في كله، امتى ادخل؟ امتى اتناول؟ ايه اكتب ايه؟ هل مهمتي كاعلام اثاره الفتنه والضغينه؟ ده يحصل في حاله واحده بس، ان الاعلام كله
يبقى على قلب واحد في اتجاه مصر. نعم لكن بالظبط هم لهم اجندات مختلفه. هو ده هو بس لا بس احنا عندنا اعلام وطني يستطيع ان هو يدير الموضوع ده بشكل ذكي. يعني انا ما انا بتابع الاستاذ ابراهيم مثلا سواء في الاخبار او في مجله الاهلي لا شغال وعارف بيكتب ايه وفي ناس كتير جدا بالمناسبه على هذا المستوى. انما انت برضو في ناس لسه المهنه بالنسبه لهم ما تعلموهاش ما بقتش احترافيه. المهنه فهلوه, المهنه لعب, المهنه انك تجيب خبر زي بالظبط فلان ضرب فلان فلان واي حاجه تيجي على بالك تكتبها. فتحولنا الى حاله انا ممكن النهارده الكابتن خالد قاعد مع حضرتك مع الصبرين فجاه خبر الصبح خناقه ما بين خالد بيب وابراهيم ضربوا بعض في الفصل. انت ده اللي كان يصونه عني. هو ده الخطر اللي موجود. وبالمناسبه حتى ده على المستوى السياسي موجود, وصناعه الازمات على المستوى السياسي موجود, وصناعه الخلافات على المستوى السياسي موجود. احنا شطارتنا زي ما قال محمد صلاح زكي بيعرف يتعامل مع ده, وده على فكره جزء من الذكاء, الحاله الاحترافيه والحاله الاحترافيه اللي عاشها وتعلم فيها وتدرب فيها. احنا محتاجين كمان لاعبتنا يكون عندهم ده. وانا برضو في عدو انا خايف عليه ولاحظته امبارح في بعض اللعيبه, حاله النرفزه اللي موجوده عند بعض لعيبه المنتخب المصري وحاله الانفعال الزياده. عمرو ورد انا مش بالظبط تمام الواد ضرب وضرب ما هو عارف يخرجه عن صوابه بس انت كان لازم يبقى عندك ثبات انفعالي. ازاي ده انت راجل محترف, انت راجل محترف ازاي تتعامل مع ده؟ خلي بالك ودي النقطه اولها لخناقه. بالظبط. لا كمان نقطه, ما انا بقول لك في البعض داخل في معركه اثبات وجود مش موجوده. انت خلاص في المنتخب انت موجود بتلعب وهيجي لك دورك, هيجي لك دورك. يعني النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها دلوقتي, انت بتقابل حالات في المنتخب, ويمكن برضو الحاجه اللي انا قلقان منها في ناس كانت بعيده خالص ما بتلعبش. يعني في ناس يعني ككوره لا بعيده, تتكلم على واحد وهيبقى اساسي نني مثلا شاركش كتير السنه دي, اتكلم على ناس اتعجلت السنه دي, اتكلم على واحد زي طارق حامد, اتكلم على واحد زي تريزيجيه لعب كتير جدا, اتكلم على واحد زي محمد صلاح لسه. التفاوت ده هو يمكن مقلقني شويه, ان انت طالع من موسم الحاله البدنيه مختلفه والمعنويه برضه مختلفه, فانت طالع من مجهود كمان كان في مطحنه. يعني كان في مطحنه السنه دي في المباريات, كل ثلاث ايام مباراه وكل وضغط كله عايز يكسب, وضغط اللي بيلعب كله بيلعب على بطولات. لو المتابعة السوشيال ميديا دي لوحدها عامله لود على اللعيبه فظيع. انا قابلت بعض اللعيبه وكان كلامي معاهم كلام كان مباشر, قلت له انت بتجيب لنفسك وجع الدماغ بايديك, كونك ان انت قاعد طول اليوم عمال تنزل في صور وفي اخبار وانت رحت فين وعملت ايه وانت بتاكل وانت في الاوضه وانت ناس ليه بتبعك على رايك. انت بتدي للناس كلهم حريه ان هو ينتقدك زي ما هو عايز ويخش في حياتك ويخش انت متاح قدامه. انت بتعمل في نفسك كده ليه يا حبيبي؟ انت في وقت المباريات والمعسكرات ما ينفعش ان حد يعرف انت فين حتى. هل انت ترى ان ده اسلوب ينفع دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي, ان على الاقل قبل المباراه بيومين تتاخد التليفونات او يوم؟ لا طبعا, هو لازم اللعيب نفسه يبقى عنده الثقافه دي ان صح. انت ازاي تقدر تمنع نفسك زي ادمان. الناس بتتعود تاخد التليفون. ما هو لازم يعرف. لا بص, ما هو لو ما عرفش يعمل كده بمزاجه هيعمله غصب عنه. ما هو انا مش عايز اللعيب يوصل, انا كلامي مع اللعيبه كده, ما تخليش ما تضطرش انت تعمل حاجه غصب عنك. انت دلوقتي في ايدك التليفون, ممكن انت تتعامل معاه زي ما انت عايز في حاجه تنفعك, ما تتعاملش مع التليفون في حاجه تضرك. انت دلوقتي السوشيال ميديا عندنا منتشره بشكل كبير فظيع, واللعيبه بقت مبسوطه بتفاعل الجمهور معاه, وده ليه انت مبسوط الناس بتعلقك وبتاع, انما في اي وقت تتعلق عليك, في اي وقت يبقى هيبقى ضدك, والجمهور طبيعي جدا في حاله الانكسار. مش واحد مش حد محدد. لا والجمهور في الميديا اصلا مش مضمون. دي النقطه طبعا. كلمه الجماهير بتطلق على نفسها, هو مش حد محدد. لا الجمهور السوشيال بس واحد بيكمن والتاني يظهر حسب الحاله. جمهور السوشيال ميديا مش مضمون لانك ما تعرفوش مين. ما انتش عارف. انت هيضربك في اي لحظه وهيولع عليك الدنيا. فما قلت لهم يا جماعه نصيحه مني ليكم, انت لازم تعرف تتعامل مع السوشيال ميديا. بمعنى ايه؟ وطبعا بيقتنع ولا قدامك إيه؟ لا 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 لا, في لعيبه كتير قوي اقتنعت, وفي لعيبه كتير قوي نفذت الكلام ده, في لعيبه بقالك فتره ما تسمعش عنهم حاجه, ما عندكش خبر عليهم. بيبان بقى
اه طبعا خلاص ما انت 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 هو مجرد ان هو اختفى عن الناس. انت عارف يعني ايه انك تقعد تبص في شاشه وتسهر معاها؟ لا كارثه دي تخلص عليك يعني. كارثه كارثه. طيب حته فنيه بقى كابتن خالد، انت قلت ان اكتر حاجه انت مقلقاك الطرفين، وشايف ان فيها الى حد كبير ما فيهاش او فيها قصور في الحته الهجوميه كمان في الناحيه الشمال. منتخب مصر في كاس العالم الطرفين بتوعه احمد فتحي وعبد الشافي الاثنين بره الاختيار. صحيح. الاثنين الانشط السنه دي محمد هاني وعبد الله جمعه، الاثنين ما خدهمش. صحيح. وفوجئنا باختيارات ثانيه، انت رايك ايه؟ بص بلا شك ان هو اختياره للطرف الشمال بالذات، يعني احنا شايفين ان احسن واحد دلوقتي شغال في المكان هو عبد الله جمعه. اختياره الاثنين بيلعبوا اصلا سيرد باك وشغلهم باك ليفت، والثالث معاهم عمر جابر هو اللي بجيبه من ناحيه اليمين اروح احطه. اختيار كان بالنسبه لنا غريب يعني، خصوصا ان انت يعني اخد ثلاثه في القلب، فانت ممكن تشغل كنت تاخد واحد، يعني انا كنت اقتنع ان انت كنت ممكن تاخد واحد اللي هو ممكن يشتغل سيرد باك ممكن يشتغل باك ليفت، بس انت ما توقفش الجبهه دي خالص. انت خدت قرار من اول البطوله ان انا الهجوم من الجبهه دي هو هجوم اضطراري، مش هجوم حالي او ان انا هشتغل عليه طول الفتره، واعتمد ان انا عندي تريزيجيه، اعتمد ان انا عندي محمد صلاح. ايوه ده اللي عايز اقوله، كنت لسه عايز اقوله. طبعا هو سرعات تريزيجيه ومحمد صلاح معوضاه شويه، معوضاه، بس هو المتغيرات اللي خلي بالك ان حتى ايمن اشرف اصبح له عنده عادات هجوميه حميده دلوقتي. بس يعني برضه مش هيديك، مش بالكثافه طبعا، مش هيديك بالطرف. بص انه يطلع ويرفع لك الاوفر. الطرفين دول مفاتيح لعب مش طبيعيه، مفاتيح لعب مش طبيعيه لاي فرقه. انت عايز تشوفهم علي معلول طبعا المنطقه الدفاعيه دي بتقفل في وقت من الاوقات لو ما اضطرتش خلاص الطرفين. خلاص ما انت لو ما حلتش من الناس اللي جايه من تحت صعب جدا هتلاقي شغل، خصوصا كمان ان انت بتضطر بعدم زياده الطرفين اللي هم الباكين ان انت تشتغل واحد على واحد كتير او واحد على اتنين كتير هجوميا، لان الطرفين لو ما ساعدوكش في الناحيه الهجوميه فانت الراجل اللي قدام ده لوحده غرق، لو ما عندوش حلول هتلاقي طول الوقت خلاص. انت اي فرقه هتدافع عليك بسبع ثمان لعيبه وانت بتهاجم باربع خمس لعيبه هتهاجم عليهم ازاي؟ ده انت محتاج مواصفات فرديه مختلفه، لان التوسيع الجماعي في بس انا ما شايف ان في باك ليفت في مصر يديك الحته دي. لا انا لا عبد الله جمعه من اللعيبه الكويسين. ايوه كويس، هو كويس بس يعني انت عايز حد بمواصفات علي معلول. هو ما اتاخدش كمان؟ ما اتاخدش معلش، ما اتاخدش. يا ريت. لا يعني عملنا له اعاره. اللي انا شايفك بتتكلم فيه من الناحيه الفنيه عايز حد بمواصفات علي معلول مش موجود. انا عايز حد يحل. بص انت يعني بص ايمن اشرف ك ك ك كواحد بيلعب سيرد باك او في ناحيه باك ليفت، تتكلم على اي موضوع، الاثنين على فكره عاملين موسم هايل والاثنين كويسين جدا، احنا ما بنتكلمش عليهم كمواصفات، لا انا بتكلم على مواصفات أدوار. مكان بتتكلم على ادوار. مكان في وقت من الاوقات انت لو قعدت طول البطوله تضغط على محمد صلاح وتضغط على تريزيجيه في الناحيه الهجوميه بس من غير ما الطرفين يبقى شغالين معاهم هتبقى مشكله كبيره، مش هقدر طول الوقت ان انا خلاص انا صدرت الناس دي في الناحيه الهجوميه وخلاص بقت بطريقه لعبي انا موقف اربعه بيدافعوا او ثلاثه هيدافعوا اذا كنت هزود واحد المحمدي هو اللي هديله وجبات هجوميه، انما في الاخر انا محتاج ان انا الفرقه كلها تبقى شغاله هجوميا كويس وشغاله دفاعيا كويس، التوازن ما بين الهجوم والدفاع في البطولات الكبيره دي وان انت ما بقاش عندك التارجت واضح بالنسبه لكل الفرق. انا عارف ان محمد صلاح بس اللي هيشتغل، تريزيجيه بس اللي هيشتغل، الحلول دي الحلول كل ما هي بتقفل كل ما عليك انت تلاقي نفسك في اوقات في المباراه محتاج اي حد يلحقك، محتاج اي امكانيات اضافيه. هل محمد جابر يعني عمر جابر هل عمر جابر يعني فكره انه يلعب باك ليفت دي عشان اللي انت بتقوله ده انه بيطير له قدام ما عمر جابر بص هيطير له في الناحيه دي هيديها لك ازاي؟ هيديها لك؟ لا مش هيديها لك طبعا. بص ما تقدرش تحكم على اللي بيحصل في الدوري المصري على البطولات الكبيره الافريقيه الكبيره اللي هتلاقي مستويات مختلفه وهتلاقي ضغط مختلف عليك وهتلاقي المساحات اللي انت عايزها عشان تروح وتقدر تعمل واحده مظبوطه. لا انت ممكن في مباريات اللي هي من الادوار الثانيه انت عايز واحده
يعني انا بحل كل المشكله عشان اطلع عمر جابر لو ما قدرش يعملها برجله الشمال بقت مشكله. هو عمل طبعا اوفرات برجله الشمال، هو لعيب كويس، بس انا عايز الاوفر بتاع سيد معوض اللي خلص بيه الماتش، عايز الاوفر بتاع معلول اللي خلص بيه الماتش، عايز الاوفر بتاع المحمدي لما جلبرتو. عايز الاوفر الجيد، عايز الاوفر بتاع طارق السعيد، بتاع طارق السعيد، عايز الاوفرات اللي هي تقدر واحده اخلص بيها الماتش. بس انا بدور، احنا طول عمرنا انا بلعب كره قدم ليه؟ عشان اوصل لجول. اخر واحد على فكره اهم باص في اللعب هو اخر باص قبل الجول. طبعا الاسيست اللي بيوديك اخر باص ده لو مش سليم يبقى كل اللي انت بتعمله توسيع في اللعب ده ما مش لازم. انا بوسع كل ده واخر باص راح غلط خلاص، كل اللي انا عملته قبل كده اقوله في الاول. وليد سليمان وليد سليمان يعني الماتشين الوديين مجهوده كويس جدا، الناس مبسوطه منه، لكن ربما التشكيل الاساسي برضو انا تلاقيهوش. انا لا وليد مش هيبقى بالتشكيل الاساسي، لا طبعا. عشان نبقى واضحين، وليد عنده الامكانيات كبيره جدا وعنده الشخصيه القياديه جوه الملعب وعنده خبره اللي تقدر تساعده ان هو يقدر يحل نفسه في اوقات مهمه جدا. انما وليد مش راح في احسن حالاته للمنتخب يعني عشان قبل كده كان الأفضل. قبل كده كان احسن بكتير وكان يقدر يدي قد كده كتير جدا. هو مش احسن، هو رايح طبعا بعد اصابه طويله، بس هو وليد يقدر بخبراته وليد عنده قلب، بخبراته ودماغه الكويسه اللي في كره القدم يقدر ان هو يفيدك في اوقات كتيره في المباراه. انما اذا كنت هتاخد وليد عشان لما تزن تلعب باك ليفت مش هينفعك. يعني مش حابب دي ده طبعا يعني لو لكن وليد ممكن الماتشات تجيبه. هو هيجي وليد كويس، هو وليد من الناس اللي هي بيغيب كتير ويرجع يبقى كويس. بس انا لو انا خدت وليد وجيت الزنقت رحت حاطه في حته الباك ليفت هخسر المكان وهخسر وليد. استاذ احمد، من ظواهر البطوله المهمه الجمهور والتوزيع التذاكر، والاول مره يتعمل سيستم كويس في تذكرتي. انت متابع جيد للتفاصيل شغل اللجنه؟ والله ضوابط يعني الجماهير، لا بالعكس، انا شايف ان دي ضوابط رائعه جدا وهتجنبك مشاكل كتير جدا في بطوله انت مش عايز تحصل فيها هفوه او سلبيه واحده. انت عايز تطلع البطوله بشكل متميز. اولا انت حريص ان الجمهور يحضر وحريص انه يحضر بشكل كبير. طيب. واهلت ملاعبك واهلت كل امكانياتك لده، من حتى وسائل مواصلات النقل العام، عمل الشراكات وكله، اهلت كل الامور اللي تخلي بمناسبه. فمش عايز كمان الجمهور يبقى داخل الملعب وممكن تحصل مشكله ما تقدرش تسيطر عليها، لان ده في النهايه صوره مش تقدر تشيلها. فانت عملت نظام تذكرتي انا اعتبره انه نظام رائع جدا، وهو اول اختبار هيحصل في البطوله ان شاء الله ينجح. لان لو انا شخصيا هبقى ده جزء من السعاده الخاصه لي انا كاحمد ايوب، ان ادي لي اكتر من 5 6 أو 7 سنين بشوف مباريات بتمهد ان يبقى المناخ ده موجود بالظبط. تمام. فاللي عمل الفكره ديت بصراحه انا بشكره، والاصرار عليها انها تبقى. وبالمناسبه ده وانت بتقبل تنظيم البطوله من 6 شهور ده كان تحدي كبير بالنسبه لك، والناس كلها كانت بتراهن انك مش هتقدر عشان الجمهور ومش هتقدر عشان حاجات كتير جدا، وبترمي لك الكارت ده. فانت عملت نظام. لا كنت بتجهز نفسك. لا ما ظهرتش كده. لا مش قصدي انا وانت بتقبل البطوله الناس كانت مراهنه انك هتخسر نتيجه الجمهور اللي عندك والمشاكل. انت كل ما الجمهور كان بيحضر عندك مباراه والسوق السوداء بالظبط، ده معجزه انك تقضي على السوق السوداء. انت قضيت. اولا عملت تنظيم رائع لدخول الجمهور، انضباط اجباري على كل واحد مش حابب يفكر. بقيت عارف الغلطه هتكون فين. تمام. خلاص. 2 قضيت على السوق السوداء. 3 قضيت على الزحام في دخول الملعب والخروج منه، ده هيبقى شكل هناك وعود بهذا الامر. ومنظومه مش بس متسابه كده، لا ده منظومه متابعه من اعلى مستوى في الدوله. طيب عايز اضيف حاجه على الميزات بقى. وهي ميزه هتزود من دخل الكره المصريه والانديه. احنا كنا مش عارفين نسوق السيزون تيكت، البطاقة صحيح. الموسمية صحيح. اللي هي مصدر الدخل. ويجي كابتن حمادة رحمة الله عليه إمام يقول لك دوري كامل العدد اللي هو الدوري الإنجليزي. ليه كامل العدد؟ لأنه بايع 85% من التذاكر قبل الموسم سيزون تيكت. مش الأهلي عملها قبل كده من زمان؟ ما تقدرش تعملها لسبب. بس دلوقتي تقدر تعملها بالظبط. ما كنتش تقدر تعملها لسببين اتنين مهمين جدا. إن الملاعب ما كانتش جاهزة، فأنت مش عارف بكرة ملعبك فين. صحيح. هتبيع كم تذكره؟
احيانا كنت ببيع تذاكر والناس تبقى اشتري البطاقه بس المقصوره اللي كانت 200 تذكره انت بتلعب في المقصوره 50 تذكره ففي 150 واحد اشتروا وما دخلوش السنه الجايه ما اشتروش منك. طب خلاص شال التذكره على ان انت مباراتك في ملعب القاهره في استاد القاهره لا نفسه في حته ثانيه مش هيسافر لا اصغر فانا البطوله دي هتديني ايه؟ هتديني بنيه اساسيه وملاعب في كل محافظه على الاقل في اكتر من ملعب دي نقطه مهمه صالح للاستخدام محافظات ايه المحافظات ايوه البطوله دي نظمت في الثلاث اربع مدن اللي شغاله فيها البطوله انا اتمنى ان يكون بدايه كمان نكمل بقى انك على مستوى الجمهوريه اني محتاج استاد المنيا واستاد اسوان واستاد المحله واستاد كذا انت عارف استاد اسوان ده لو شغل صح ده رافد سياحي ساعة الجمهور ساعة وقال لا في حاجة كمان يا أستاذ إبراهيم الأندية الجماهيرية في المحافظات عندها جمهورها وبيحبها قوي وبيقف وراها وعنده تعطش وعنده تعطش للمباريات سلام على لو أنت قدرت لو أنت قدرت تعمل النظام ده اللي يسهل لك دخول الناس لما خلاص هو انضباط لا ما هو في حاجه كابتن ده سوفت وير يعني لا لا هقول لك على حاجه كابتن وانت استاذنا في ده وعارف وخبرتك قديمه احنا عندنا مشكله دائما نتحمس للفكره الى ان تنتهي انسى يا فندم ده في شركات انشئت وفي لا انا بكلم على فكره الاهلي ابتداها وكان حقق نجاح بس ما كانش كامل بالظبط التجربه دي كامله لان فيها انضباط رهيب هنا بقى هنا بقى مش هينفع ان انت تخرج بره الانضباط لا ينفع في حاله لو انت سبت الامور كده فكره ان كل حد يعمل انت محتاج كاداره منظومه رياضيه في مصر تبدا تدي توجيهات واضحه وتعليمات واضحه النموذج اللي ما عندوش ده انا اسف مش هيلعب مفيش استاد هيتفتح الا اذا كان وراه شركه وهنا يعني انا من ضمن الاخبار اللي عجبتني جدا الفتره اللي فاتت هو فكره المشاركه اللي هيدخل فيها نادي غزل المحل الايه المشاركه الدخول مستثمر مشارك لنادي غزل المحل في الفتره اللي فاتت متابعه ده ولا لا يعني بس انا لازم اشوف النتيجه ماشي انا بتكلم كفكره نتيجتها وتاثيرها ده بعدين لكن فكره ايه انك انت نادي جماهيري زي غزل المحل تفقده لاكثر من 10 سنوات النهارده مش موجود في الدوري انا شخصيا انا واحد خسران لان نادي غزل المحل ده انا واحد من الناس كنت مباريات الاهلي مع غزل المحل او الزمالك مع غزل المحل دي بالنسبه لي أهم مباريات قمه انما انت خسرت هذا النادي زي ما خسرت مثلا نادي زي المنيا زي ما خسرت والمنصوره كتير والمنصوره والسويس الانديه ديت محتاجه امكانيات جزء منها اللي بيحصل دلوقتي الجزء الثاني انك تخلق لها مساحه ونظام يضمن ان الجمهور يدخل لان العائد الاساسي من الجمهور فازاي تدخل جمهوره هذا النظام بتاع تذكرتي انا بقول لازم بسرعه يطبق في كل محافظه وبالدليل وبالمناسبه مش محتاج ان كل واحد يجي له تعليمات المفترض اي رئيس نادي عنده عارف مصلحه ناديه يبدا يطبق النظام ده على فكره ومش مكلف بالمناسبه مش مكلف خالص انت محتاج بس هو في البدايه هيبقى مكلف لما عشان الناس هي لازم الدوله كمان تفضل مكمله في المشروع بتاعها اللي هي عملته يعني ما تسيبوش الانديه لازم تفضل مكمله لغايه ما الكلمه اللي قالها سياده الرئيس ان دي هتكون دفعه هو عارف يعني ده هو بيقول وعارف وعايز يوصل ليه مش هيرمي كل الفلوس اللي اتصرفت دي وهيسيبها للعشوائيات تاني كابتن عدلي متابعه الرئيس واجتماعاته الكثيره في هذا الملف وزياراته لاكثر من مره الملاعب دي مش بس عشان بطوله راح تتنف لا مش ده اللي يعمله الرئيس السيسي هو عارف وعايز البطوله دي تستغل ازاي وان زي ما الكابتن الحياه الرياضيه عندنا دي فرصه تغير الحياه الرياضيه تغير صوره مصر في القاره وفي العالم نقدر ندخل دخل رهيب من النظام ده ملاعب محدده وسيستم محدد معناها ان انا عندي كم محدد من التذاكر عارف ان انا لما ابيع للناس هيروحوا بالتاكيد طبعا صح البطاقه دي هيبقى عليها اعلانات هتجيب لك دخل تاني صح. يعني هتبص تلاقي نفسك الاستثمار عندك حوالي 35% ايراد اتضخوا في السوق علشان الانديه تقدر وانت كنت شايفهم انت ما كنتش شايفهم ما كنتش عامل حساب ما كنتش عارف تستفيد منهم ما انتش عارف توصلها اصلا صح يعني انت حتى يعني انا يعني انا كنت بحاول ان انا لما كان في التراس بيستجيب يعني في الاول كنت بحاول ان انا اقول لهم ساعدوني في التسويق عايز ابيع الدرجه الثالثه بطاقه ابتدينا يساعدوني وبعد شويه وقفت
لان الملعب كل ماتش متغير. صح. حتى انت مش عارف تقول له تذكرتك دي هتقعد فين. النهارده بقى السيزون تيكت بتاعه عارف هيخش الاستاد كرسي فوق هناك اهو هيطلع عليه. وفي نفس الوقت عارف انه لو عمل مشكله هو معروف ده طبعا وبالتالي هو ملتزم. البعد بقى الامني والتنظيم، البعد الامني اللي انا كمان انا لازم ابقى مشفق على رجال الامن. النهارده كان كل بيروح يامن بطوله، انا كنت احيانا بسال رجال الامن انا رايح اامن، عايز اامن الناس، فلاقي في ناس جايه تفتعل مشكله معايا عشان تخرجني عن صوابي، فانا بحاول اتحمل. انت دلوقتي بتخفف. بالمناسبه النظام ده ممكن يوصلنا لمرحله تانية، ان رجال الامن نفسهم يبقوا مرحله تانية، وان في امن رياضي، شركات امن هي اللي تقوم بهذه المهمه. انت مش محتاج الامن بهذه الكثافه لانك هتبقى عندك نظام انضباطي اكتر. فده حاجات كتير جدا بتغير شكل المنظومه الرياضيه في مصر لو احنا خدنا بالنا منها ومشينا على الخط ده، اعتقد هنوصل. مش بس تذكرتي نظام الدخول. بالمناسبه انا ساكن جنب استاد القاهره، انا شفت اللي حصل حوالين الاستاد من طرق ومن فتح طرق جديده ومن تمهيد طريق الدخول، حاجه رائعه رائعه بجد. انت حولت استاد القاهره لمنظومه كامله، وانا بقول دي بنيه تحتيه بتتخلي عشان بجد. عايزين كمان بس نلحق ندي رساله ان البطوله مش داخل الملعب بس، طب في الشوارع. عايزين نبتدي نخلق ثقافة شعب هتتعامل مع بعض الضيوف. صحيح. لازم تكون انت داعم، ولازم تكون مؤازر، ولازم تكون مرحب، ولازم تكون بطبيعة المصري الشهم الجدع اللي بيقابل الناس بابتسامة حلوة ومساعدة علشان تحبب الناس في زيارة مصر. مصر تقدر هذه البطولة أن تقدم لها الكثير جدا، متصحح الكثير من المفاهيم، عشان لما نوسع الدائرة لبطولات أخرى أكبر نبقى احنا شعب جاهز لاستقبال الاخرين. احنا محتاجين البطوله دي على فكره جدا. مش هي اللي محتاجانا، احنا محتاجينها طبعا. مش هي اللي محتاجانا. احنا اللي محتاجين البطوله جدا عشان يعني عارف طب انت كلمتك في دقيقه وكلمه يا دوبك عمال بيزن في ودني. لا لا انا دقيقه ودقيقه ودقيقه دقيقه فنيا. انا خليني اخر واحد، انا اصغر واحد. انت بتاخد اللمسه الاخيره. احمد بيه، انا رساله كده حلوه واضحه. اذا كانت الدوله وكل الاجهزه الرياضيه شغاله واهدت زي ما قال كابتن عدلي، انا كمواطن يجب ان اشعر اني مستفيد من هذه البطوله، وان استفادتي منها تعود بان انا اقدم الصوره الحضاريه العريقه لمصر في اكرامي للضيوف، في التعامل معاهم، في اظهار احترام ثقافتهم. صوره لا وسؤال ده قبل ثقافتهم يا كابتن ابراهيم. احترام ثقافتي انا. ثقافة اللي من فيها خلال تقديمها في أحسن صور، اللي فيها أخلاق، اللي فيها قيم، اللي فيها شهامة، اللي فيها جدعنة، اللي فيها نظافة، اللي فيها حفاظ على المال العام اللي اتصرف عليه ملايين ده عشان يبقى بهذا الشكل. أنا آسف، في صورة شفتها امبارح أو النهاردة على السوشيال ميديا لمحور رود الفرج، أنا زعلت اللي اتعمل فيه. أنا زعلت بجد من أهل من إخواتنا المصريين. أنت محتاج عندك بنية أساسية تصرف عليها عشرات الملايين عشان تظهر مصر بشكلها اللائق وبصورتها الحضارية اللي كل العالم بيحترمها. أنت قدم هذه الثقافة وساهم بيها وأنت مستفيد، لأن لما السياحة تجيلك، لما الفرق دي ترجع تاني، لما تنظم بطولة أكبر من ده، أنت كمصري هتستفيد بكتير جدا. بمناسبة السياحة، برامج تنشيط السياحة موجودة بقوة ولا لا؟ موجودة بقوة. وزارة السياحة عملت كمان حتى بروتوكول مع اتحاد الكورة ومع الاتحاد الأفريقي للترويج للبطولة. وبالمناسبة عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، أنه نسبة الإشغال في الفنادق المصرية ارتفعت بشكل كبير جدا 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 مع اقتراب البطولة. نعم، مع اقتراب البطولة الأيام ديت. أنا بقول لك ده معلومة، مش نسبة الإشغال عالية جدا. لو استنيت للآخر مش هتلاقي الدقيقة بتاعتك. فاتفضل. لا أنا زي ما بدأت أنتهي. البني ادم اللي يجيله فرصه وما يستغلهاش ما يدورش عليها تاني. واحنا كبلد كلنا في فرصه ان احنا كلنا ناخد خطوه لقدام. الواحد والله بيشوف فيك زاويه جديده. عبقري. لا فيلسوف كمان فلسفه بيكلمك في حاجات. لا بص، خالد ديبو بيتكلم زي ما بيلعب، السهل المبتلى. لا وفي زاويه جديده يعني فعلا. يعني جاب سوبر هاتريك النهارده. يعني ده 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 رساله تعليميه مختصره. الفرصه اللي تجيلك ما تستغلهاش ما تدورش عليها. فيلسوف استاذ ابراهيم اتفضل يا باشمهندس. ما انت اللي هتقفل، ما هو بيقول لي مش هلحق اقول حاجه. لا اصل انا قلت اللي عندي، انا معول على البطوله دي انها نخرج منها بفوائد جامه، معول على ان الجمهور هيكون على اكبر قدر من المسؤوليه خصوصا جماهير الاهلي اللي الناس بتحاول تشكك وتشيله اي سلبيات. خلي بالكو الناس هتلعب اللعبه دي، في ناس هتلعب اللعبه دي عايزه تشيلكوا سلبيات
لا، انتوا اكتر ناس بتحبوا بلدكم لان انتوا غالبيه الشعب المصري. استاذ احمد بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا صغير انك انت اديتني فرصه تواجد في هذه المساحه الرائعه. شكرا جزيلا، انا اسعدتنا وشرفتنا كابتن خالد بيبو، شكرا جزيلا. انا ما كنتش في حلقه، انا كنت في درس تعلمت منه حاجات كتير. حاجه جميله يا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن خالد بيبو نجم النادي الاهلي والكره المصريه وصاحب السوبر هاتريك التاريخي، عضو لجنة المتابعة والتخطيط لكرة القدم في النادي ومدير عام أكاديميات النادي الأهلي، والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وعضو النادي الأهلي. باشمهندس خلص الكلام؟ خلص الكلام، وأعتقد أن احنا قدمنا حلقة مختلفة شوية عن النمط التقليدي. الضيوف هم اللي بينجحوا لك أي عمل وبيدوا لك أفكار الأسئلة. أشكركم على وجودكم. شكرا جزيلا، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.